يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بجماهير اعظم نادي في الكون، الاهلي في المونديال. حلقه جديده وما زال المشوار مستمر وما زال حلمنا في المونديال مستمر. الاهلي ده شيء عجيب، شيء غريب الحقيقه، يعني اكبر بكتير جدا من فكره انه مجرد نادي بتشجعه او بتنتمي ليه. حاله حب للكيان والاسم النادي الاهلي ونجومه ورموزه وجماهيره اللي بقيت كمان بتزعل لزعلها. خدوا بالكم، يعني احنا امبارح عملنا جيم كبير جدا، تقدر تقول هارد لك يا ابطال. امبارح ابطالنا الحقيقه قدموا وعملوا جيم يرفع الراس قدام فريق مش هقول اقوى فريق في الدنيا، لكن الفريق اللي قدر يكسب يعني العتاوله كلهم. خدوا بالكم، نفس الفرقه دي بنفس الاسماء دي قدرت تكسب وتتفوق على اكبر انديه العالم، على باريس سان جيرمان بنيمار وبميسي وبمبابي وغيرهم من النجوم، على ليفربول في افضل نسخه خدوا على حسابهم بطولتين دوري ابطال اوروبا، على المان سيتي اللي بيقولوا عليه الفريق الذي لا يقهر، على تشيلسي بطل دوري الابطال في نسخته السابقه. فالنتيجه طبيعيه ومنطقيه. ممكن تزعل انه كان في الامكان افضل من مكان، ممكن تزعل على فرص احنا ضيعناها بايدينا او مباراه تسببنا ان احنا نديها للريال، ممكن تزعل ان الاهلي ما يستحقش السكور ده، لكن في النهايه ما تزعلش ابدا لانه مشوارك لسه مستمر. فين؟ في بطوله كاس العالم، والحلم لسه ما انتهاش، وقدامنا مباراه مهمه جدا قدام فلامينجو في الوقت اللي انديه كتير جدا 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 تحلم تعدي بس جنب الملعب اللي بيستضيف مباريات كاس العالم. مساء الخير على حضراتكم، وسعيد جدا النهارده بقدم حلقه الاهلي في المونديال مع زميل عزيز بحبه وبقدره وبحترمه، كابتن هيثم سعيد هيكون معايا ومعاكم النهارده في الاهلي في المونديال. مساء الخير يا هيثم. زميل عزيز طبعا كابتن احمد، انا النهارده اسعد سعيد منك. بيك جدا. لا والله مبسوط جدا ان انا النهارده معاك، وانت عارف انا بعزك قد ايه، واحنا يمكن في الكواليس بنتقابل وبنتكلم طبعًا. النهارده هنتكلم مع بعض على الهواء قدام طبعا الساده المشاهدين. اكيد انت قلت كلمه حلوه قوي، الفخر. النهارده احنا يعني اللي بينتمي لهذه المنظومه الكبيره والصرح الكبير نادي الاهلي اكيد حاسس بالفخر. الفخر مش جاي نتيجه سكور او ماتش او امور كتير جدا. النهارده النادي الاهلي احنا كجمهور النادي الاهلي زعلانين، متضايقين. كان عندنا طموح مع مين؟ مع ريال مدريد. يعني انت النهارده دي في حد ذاتها فخر، دي في حد ذاتها تخليك انت مبسوط وفرحان ان انت بتنتمي لهذه المنظومه وهذا الصرح الكبير. حتى لو انت مشجع، احنا يمكن جزء من كيان او المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي، ولكن في الاول والاخير احنا مشجعين درجه ثالثه. وامبارح مباراه امبارح على قد ما زي ما قال زميل العزيز احمد ان هي كان فيها حاجات كتيره جدا بسيطه، وكان فيها فرص، وكنا ممكن نبقى يعني سكور احسن من كده كمان، ولكن انت بتتكلم ان انت النهارده راس براس وند بند مع ريال مدريد، بالرغم ان كان في سوء حظ. واحنا هنستعرض معاكم المباراه واحده بواحده، وهتعرفوا ان التوفيق هي دي كره القدم. قد توفق في فرصه، قد توفق في تغييره، قد الخصم او المنافس يتوفق. امبارح كان في باد لك معانا، ما كانش يومنا، والباد لك ده يمكن يا احمد وصلنا لحاجه ان يعني جت اهداف في اوقات ما كانش محسوبه، ما كانش معمول حسابها. صحيح. يمكن الهدف الاول كان البدايه. صحيح. خلينا نتفق انه لغايه لما السكور كان 2-1 لصالح الريال، كانت جماهير النادي الاهلي اللي بتابع المباراه حاسه انه الاهلي قادر يرجع. صحيح. وده في حد ذاته يقول لك مكانه الاهلي ايه، انك انت تزرع في جمهورك القناعه انه مفيش شيء مستحيل، وانك انت لما تواجه افضل نادي على سطح الكوكب كله. صحيح. جمهورك مقتنع انه، على فكره هقول سر كده، يعني قبل الماتش امبارح بعد ما خلصت الحلقه بتاعتي واقفين بنتكلم انا وزمايلي هنا في القناه، فالناس بتسالني توقعاتك ايه للمباراه، وسجلوا لي فيديو قالوا لي انت شايف. قلت لهم النهارده 8-2 وان شاء الله الاهلي هيكسب ريال مدريد. كان عندي احساس انه الدنيا مش بعيد قوي، وانه رغم كل الفوارق، مع كامل طبعا الاحترام والتقدير، انت بتتكلم عن نادي كبير جدا يا جماعه، والفوارق خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، الفوارق شاسعه بين الكوره في مصر وفي افريقيا والكوره في اوروبا عموما، مش بس بتكلم على الاهلي وريال مدريد. فلما يبقى فريق مسيطر على البطولات القاريه في اوروبا ومسيطر على الليجا في اسبانيا وبيقدر يتعامل مع كل الفرق حتى وهو في اسوا ظروفه، واحسن لعيبه في العالم، يعني طبعًا. اي لعيب في العالم بيظهر
ريال مدريد بيكون طرف في المفاوضات. لا انا مش بس بتكلم على كده، بكلمك يعني انا مثلا لما باجي اتكلم في الكره العالميه، واحنا تابع طبعا في برنامج تابع الشامبيونز ليج وكده، انا كنت بقول انه ريال وهو في أسوأ حالاته خد لقب دوري الابطال السنه اللي فاتت، صح؟ هرب من قدام تشيلسي، وهرب من قدام بي اس جي، وهرب، كلهم قدموا عروض ناريه قدام الريال، وفي كل محطه من دول كان متوقع انه يخرج. ليفربول لعب وصل معاه للمباراه النهائيه وعمل جيم كبير جدا على الريال، ورغم كده خسر. فانا بكلمك على انديه يعني كبيره جدا، هو قدر يتغلب عليها في اهم نجوم العالم، مان سيتي، بي اس جي، ليفربول. فالطبيعي والمنطقي انك تخسر يعني عشان نبقى متفقين. لكن اللي عجبني في امبارح، في ماتش امبارح، انه كان في واحد ايمان وثقه انه اللعيبه نازله حاسه انها قادره تكسب ريال مدريد، صحيح. انه كان في روح طول واصرار طول الماتش. شوف مثلا بعد ما الاهلي جاب الجون بتاع علي معلول، شوف لعيبه الاهلي مفيش احتفال، تجري تجيب الكره راح عشان تعوض. يعني انت جبت جول في ريال مدريد في بطوله كاس العالم، مفيش حد احتفل ومفيش حد راح للجمهور. بس عايز في وقت مهم جدا كان في المباراه بعد الهدف الثاني، بعد الهدف الثاني ده كان كفيل ان الفرقه تنهار. يعني انت دخل فيك هدف اخر الشوط الاول، نازل صحيح بتنفذ تعليمات الكوتش في الملعب، ونازل بتفكر ازاي تعوض الهدف اللي جه فيك، تقوم تستقبل هدف في بدايه الشوط الثاني. الوقت ده لاي رياضي تحبط اي حد، ولكن لقينا النادي الاهلي من بعد الهدف الثاني لغايه ما احرز هدفه بالهدف علي معلول بضربه الجزاء، وبعديها كمان يمكن بسبع ثمان دقائق، النادي الاهلي مش ند، لا النادي هو الافضل. وضربه الجزاء اللي صدها الشناوي ادت دفعه كبيره جدا طبعا للعيبه. انا قصدي اقول انه يعني بالرغم من كل المطبات، انت بتلعب فريق كبير وفريق متوفق ومريت بمطبات اثناء المباراه كفيله ان تخليك تنهار وترجع تنكمش وتدافع وتقول انا كده كويس قوي، انا اطلع بالنتيجه دي. مع ذلك انت لاخر ثانيه بتهاجم، لاخر ثانيه فاتح الملعب، لاخر ثانيه عايز تحط اهداف، لاخر ثانيه عندك ايمان وعقيده ان انت ممكن تكسب. انا شايف ان مباراه امبارح هي نقله في المينتاليتي بتاعه اللعيبه، نقله في المينتاليتي بتاعه النادي ومشاركاته في كأس العالم أندية. ما بقاش بس ان انت رايح اداء مشرف. النقله دي انا عايز اتكلم فيها النهارده معاك ومع ضيوفنا طبعا اللي شرفونا في الحلقه، لكن عايز برضو اقول حاجه تانية ليها علاقه بنظام البطوله. واحنا عمرنا في قناه الاهلي ما بنتكلم على فكره الشماعات وانه اصل السبب كان كذا، لكن الحقيقه برضو اللعيبه دي لابد ان احنا نرفع لها القبعه ونحييهم على مجهود بذل في اقل من اسبوع او في فتره اسبوع. احنا ابتدينا البطوله الاربع قدام أوكلاند سيتي، بعد كده السبت قدام سياتل ساوندرز، بعد كده الأربع تاني قدام ريال مدريد، ثلاث ماتشات تقال جدا كأنك بتلعب ثلاثة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثلاث ماتشات في أسبوع واحد، صحيح. فاللعيبة بذلت مجهود، ده غير طبعا أنه في كل الرحلة بداية من القاهرة وصولا للمغرب أنت اللعيبة عاملة زي الرحالة، يعني راحوا تطوان وبعد كده راحوا طنجة وبعد كده راحوا الرباط والنهاردة بيرجعوا على طنجة تاني. فكل ده لود ومجهود كبير جدا في خلال فترة زمنية بسيطة جدا يعني. وطبعا الريال ما ابتداش البطولة من أولها وما لعبش ماتشات يعني قوية زي دي، لو كان ابتدى معانا ولعب ثلاث ماتشات زينا ما كانش برضو هيبقى بنفس الحالة البدنية اللي بيواجهنا زي ما كان بيواجهنا امبارح. لكن خلينا الاول نقول شابو للعيبه، وشابو للجهاز الفني، وشابو لاداره النادي الاهلي، وشابو لجماهير النادي الاهلي اللي كانت بتراهن على الاهلي قدام ريال مدريد. ده في حد ذاته بيعكس قد ايه الجمهور مصدق انه الاهلي بجد لا يعرف المستحيل. صحيح. طيب ايه رايك نروح لطنجة ونقدر نعرف اخبار الفرقه ايه، لان هم انا يعني عرفنا واحنا قبل الهوا مع بعض ان هم خلاص وصلوا بالسلامه، وصلوا. فخلينا نروح لكريم احمد وزميلنا هناك ومفادنا وافد قناه النادي الاهلي في طنجة عشان نعرف منه تفاصيل وصول البعثه وطبعا اكيد دخول الاوتيل. ازيك يا كريم؟ برحب بيك طبعا كابتن عيسى السعيد، وكل التحيه للزميل العزيز احمد سعيد ويا احمد سمير، ويمكن يا رب ان شاء الله باذن الله يعني ما نتنقلش بقى تنقلات ثانيه لان مجهود وصعوبه كبيره جدا الحقيقه. يا رب ان شاء الله تكون ميداليه للنادي الاهلي في طنجة بمشيئه الله. طيب خليني اكلمك قبل الاستعدادات والتمرين وكل حاجه يا كريم. انا 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 مدرك تماما ان اللعيبه نفسها في يعني قناعتها وفي تفكيرها انها كانت قادره توصل للمباراه النهائيه. عايز اتكلم على الحاله المعنويه لانه هدفنا لسه ما انتهاش وعندنا مباراه مهمه جدا وعندنا انجاز ممكن جدا نحققه ان شاء الله في مباراه يوم السبت. طمني على الحاله المعنويه للفريق بعد مباراه امبارح.
يعني طبعا بالتاكيد في البدايه لابد ان احنا نوجه الشكر الحقيقي لكل لاعبي النادي الاهلي لمستر كولر صاحب الشخصيه الحقيقه الذي لا يهاب المباريات الكبرى. كنا نقدر الحقيقه يعني سيناريو المباراه وتوقيت الهدف يعني واصلين للدقيقه 90 المباراه 2-1، لكن الحقيقه يمكن هي يعني اخطاء بسيطه جدا يمكن وقع فيها للنادي الاهلي. خبرات الكبيره جدا لريال مدريد قدرت ان هي تحسم هذه المباراه، لكن باكد لك المعنويات ثابته، المعنويات مرتفعه، المعنويات موجوده مع لاعبي النادي الاهلي، الرغبه موجوده بمشيئه الله ان احنا نعود من هنا بميداليه تكتب في تاريخ صفوف لاعبي النادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني. هي سيناريو المباراه والاجواء وكل الظروف الحقيقه ممكن كل تابع، لكن الحقيقه المعنويات مرتفعه. ليه؟ لان هقول لك ان كل الصحف هنا وكل بيشيد بالنادي الاهلي بشخصيته بالقتال الكبير جدا اللي كان عليه وبالروح الكبيره جدا، لكن هي كره القدم هي اللي بتعلمنا الاخطاء. مباراه كانت صعبة جدا على فريق النادي الأهلي، الأجواء الحقيقة الجماهيرية كانت أكثر من رائعة، لكن لمسنا في الاستاد الحقيقة يعني الكل كان بيحاول ان هو طبعا يشجع ريال مدريد. طبعا اشقائنا المغاربه كل الاحترام والتقدير ليهم، لكن كنا متواجدين زميلي احمد كابتن هيثم متواجدين في الاستاد. طبعا ريال مدريد قيمته كبيره جدا جدا هنا في المغرب، لكن كان عندنا امل ان يكون السبورت اقوى من كده الحقيقه من اشقائنا المغاربه، لكن يا رب ان شاء الله ننتظرهم في المباراه القادمه مباراه الاهلي وفلامينجو اللي هتقام هنا طبعا في طنجة على استاد ابن بطوطه. بنرجع من جديد لاستاد ابن بطوطه، تنقلات واحده من اصعب السفريات الحقيقه على فريق النادي الاهلي في التنقلات، مجهود كبير جدا، لعيبه النادي الاهلي بتبذل مجهود كبير في التدريبات، سفر 3 ساعات ده امر صعب جدا على لعيبه النادي الاهلي. الجهاز الطبي الله يكون في عونه، الجهاز الفني بيحاول ان هو ريكفري كل يمكن كل تدريبه بيحاول ان هو يؤدي للجرعه التدريبيه بشكل بسيط، لكن الحقيقه يمكن لعيبه النادي الاهلي عندها هدف بمشيئه الله. جمهور النادي الاهلي منتظر بمشيئه الله للنادي الاهلي في مباراه فلامينجو، مباراه ايضا صعبه جدا جدا على فريق النادي الاهلي نظرا ل فلامينجو اللي بيمتلك سرعات عنده خبرات كبيره جدا، فريق مميز، لكن ان شاء الله باذن الله تبقى الثقه الكبيره جدا في لاعبي النادي الاهلي وادائهم المميز وتركيزهم في التدريبات واصله مرحله بمرحله. عندنا يمكن تدريب وحيد غدا بعد مجهود سفر كبير جدا، هيكون تدريب رئيسي واخير لفريق النادي الاهلي ومنها بمشيئه الله يوم السبت ان شاء الله باذن الله 4:30 هنا بتوقيت المغرب هتكون مباراه الاهلي وفلامينجو البرازيلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون في عون لاعبي النادي الاهلي في المجهود الكبير، وايضا مستر كولر يكون محضر بشكل كبير جدا في ضيق الوقت الحقيقه اللي صعب جدا على اي مدير فني ان هو يكون يعني ملم بشكل كبير جدا بكل الامور، لان عايز اكد لك على يمكن التنقلات امر صعب جدا وده اللي بيشكي منه لعيب النادي الاهلي، لان يمكن التنظيم احنا مش هنقدر نتكلم على التنظيم، لكن كنا نقدر ان احنا اهدى من كده الامور، كان ممكن يكون الموضوع في الرباط او في طنجة فقط لا غير، لكن يعني الامر صعب شويه، لكن ان شاء الله ما فيش صعب على النادي الاهلي. طب كريم، يمكن النهارده كان السفر كام ساعه؟ يعني برضو عايزين نعرف الساده المشاهدين اتحركتوا من الساعه كام بالتفصيل اكتر عشان يبقوا عايشين معانا الاجواء قد ايه اللعيبه تعبانه او حاسه طبعا اكيد بصعوبه التنقلات. قول لنا اتحركتوا من الاوتيل من الرباط الساعه كام؟ وصلتوا طنجه خدتوا وقت قد ايه في 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 الباص؟ هل كان في توقف في النص مثلا شربتوا حاجه؟ يعني كلمني بالتفصيل لغايه ما وصلتوا الاوتيل وتناولتوا مثلا وجبه ولا حاجه، واللعيبه احكي لي بالتفصيل من اول ما غادرتوا الرباط يا كريم. يعني هبدا معاك يا كابتن هيثم زميلي احمد بتدريب صباح النهارده كالعاده طبعا لفريق النادي الاهلي، كان 12:30 ظهرا هنا بتوقيت المغرب. مباشره رجعنا على فندق الرباط، تناولوا لاعبي النادي الاهلي وجبه الغداء ومنها مباشره الى طنجه 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف الحقيقه، يمكن اكيد بعد ساعتين توقفنا في ريست بسيط لمده 10 دقائق ومنها من جديد استكملنا طبعا المسيره او المشوار الطويل جدا هنا الى طبعا طنجه 3 ساعات 3 ساعات ونصف وصل لاعبي النادي الاهلي. لكن الامر المهم جدا الحقيقه الترتيبات الاداريه في فندق الاقامه، سبق البعثه طبعا الكابتن سمير عدلي اللي بيقوم بدور كبير جدا كالعاده في التحضيرات والترتيبات مع الكابتن ماهر عبد العزيز الاداري طبعا لفريق النادي الاهلي كابتن احمد فوزي. الامور الترتيبيه والاداريه دي مع التنقلات الكبيره جدا بتحتاج ان يكون في خبره ودقه كبيره جدا. فور الوصول كالعاده في اقل من 5 دقائق أو 10 دقائق كل لاعبي النادي الاهلي استلمت طبعا الغرف لتناول طبعا وجبه الغداء وجبه العشاء مباشره عقب الوصول. رحله صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن خلاص يمكن هو ده القدر وخلاص مش هنتكلم على الظروف. تحديات يا رب تكون رغبه كبيره جدا وتكون معنويات لاعبي النادي الاهلي مرتفعه في المباراه القادمه، لكن التاثير هنا الجو بقى، يعني احنا من تطوان الى طنجه الى الرباط الى طنجه، يمكن الجو في طنجه مختلف بشكل كبير جدا عن الرباط. الرباط كان اهدى شويه، كان في شمس ما كانش في بروده، لكن مجرد الحقيقه وصلنا الى طنجه رجعنا تاني للطقس البارد للهواء الشديد، كمان يمكن شفنا غدا هيكون في بعض الامطار، فيا رب ان شاء الله الجو يكون مستقر لان درجه الحراره هنا متقلبه بشكل كبير جدا. موعد المباراه هيكون 4:30، هيكون في بروده شديده وهواء شديد جدا، لكن خلاص يعني نقدر نقول كل الامور دي هتكون تحدي كبير لفريق النادي الاهلي، هتكون امر مهم جدا يا رب تترجم بالنجاح ان شاء الله بمشيئه الله. ان شاء الله. خليني اعرف منك يا كريم، يعني النهارده مثلا سواء قبل التمرين او حتى في فندق الاقامه او حتى اثناء رحله السفر من الرباط لطنجه،
مستر كولر بيتكلم مع يعني في ايه مع اللعيبه، يعني ايه اللي بيتقال، ازاي بيحاول يخرجهم. انا عارف طبعا ان هو شخصيا يمكن وفي تصريحاته بعد المباراه قال انه كان متوقع اداء افضل من كده او نتيجه افضل من كده، لكن عايز اعرف انت عندك كمان اقل من 48 ساعه مباراه في منتهى الاهميه وما زال اللعبه على منصه تتويج قائم، يعني في امل في ذهبيه في برونزيه ان شاء الله، الذهبيه تبقى اللي بعدها باذن الله ان شاء الله باذن الله، في امل في برونزيه رابعه في تاريخ النادي الاهلي، فايه الكلام اللي بيتكلم فيه مستر كولر مع اللعيبه؟ يعني اكيد يمكن مستر كولر عقب انتهاء المباراه مباشره اجتمع بلاعبي النادي الاهلي صباح اليوم الحقيقه النهارده، واكد على اكثر من نقطه لابد ان احنا ننسى كل المباراه بما فيها، ده كان امر مهم جدا، لسه الحلم موجود، لسه عندنا مباراه مهمه نقدر نحقق بها ميداليه، تقدر ان انت تحقق اربع ميداليات برونزيه على التوالي، ده يكتب في تاريخ النادي الاهلي. الراجل بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يعني يخفف شويه موضوع السفر والجهد الكبير، كل لعيبه النادي الاهلي الحقيقه يمكن كانت في حزن شديد جدا غدا، يعني مفيش بعيد عن في كره القدم مفيش مستحيل في كره القدم، سيناريو المباراه الحقيقه يعني كان مهم جدا ان احنا ناكد على سيناريو المباراه، لكن عايز اقول لك مستر كولر مميز جدا الحقيقه في الجانب النفسي، بيحاول ان هو ياكد على اللعيبه يخرجهم من الحاله طبعا ان هم متواجدين فيها، لكن بقول لك المجهود الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني بالكامل من رفع الضغوطات والحرص الكبير جدا ان انت تكون جاهز وان انت تكون عندك التفكير في القادم، ده اللي بيقوم بيه مستر كولر. خلاص يمكن الامور انتهت، الراجل حاول ان هو يتكلم مع لعيبه النادي الاهلي النهارده كمان في التدريب، انقسم التدريب جزئين، جزء طبعا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي اللي شاركت في مباراه الامس ما شاركوش، والجزء الثاني شارك، لكن عقب العوده مباشره اجتمع بكل الفريق للتاكيد على اهميه المباراه القادمه، للتاكيد على حلم جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي منتظركم، منتظر شكل يليق باسم النادي الاهلي، اديتوا اللي عليكم في مباراه ريال مدريد، منتظرين تالق ومنتظرين حرص ومنتظرين كمان تصحيح اخطاء كبيره جدا، استغلال الفرص، كل ده الحقيقه مستر كولر اكد عليه مع لاعبي النادي الاهلي، خبراتنا كبيره جدا مع اللاعبين، لكن هي الظروف وهي دي كره القدم، لكن الحلم موجود ولسه الامل موجود والتحدي موجود مع فلامينجو اللي هتكون مباراه اصعب، انا شايفها مباراه اصعب الحقيقه من ريال مدريد، لان هم يمكن عندهم سرعات كبيره جدا بيتميزوا بخطوطهم متقاربه، فمحتاجين مستر كولر يكون واضع الخطه، مركز، حاطط سيناريوهات، حاطط سيناريوهات الحقيقه ممتازه الحقيقه في مباراه ريال مدريد، نتمنى السيناريوهات المميزه جدا تكون في مباراه فلامينجو، وان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي على الوعد زي ما وعدوا كل جمهور النادي الاهلي ان احنا بمشيئه الله نعود من طنجه بميداليه برونزيه تحسب في دولاب بطولات النادي الاهلي، وايضا كمان لكل لاعبي النادي الاهلي. كريم معلش انا يمكن في حاجه فيها لبس هنا جامد في الاعلام، فلامينجو في الماتش اللي فات مع الهلال اطرد لاعب، وكان هو جيرسون اللي اطرد لاعب خط الوسط، وده كنا شفناه في المباراه وهو بيطرد ولكن خد كارت احمر، ولكن في ثلاث لعيبه محطوط لهم ثلاثه ريد كارد ما تمش الاعلان عنهم، يعني احنا هنا مش عارفين مين الثلاثه اللي اطردوا، هل انتوا في البعثه عارفين مين الثلاثه اللي اطردوا من فلامينجو ولا لا؟ يعني لسه المعلومه دي الحقيقه اول مره اسمعها طبعا منك، الثلاثه اللي غير طبعا واضحين للاعلام او واضحين بشكل كامل، لكن اكيد بالتاكيد في خلال الساعات القادمه او غدا بمشيئه الله كل الامور دي هتكون واضحه، انت عارف مجرد الوصول الكل بيحاول ان هو يعني بيحاول ان هو طبعا خلاص كله دخل على الاوض وكله بيحاول ان هو يفكر في القادم ويفكر في مباراه الغد، لكن ما عنديش معلومه الحقيقه صحيحه في هذا الامر كابتن هيثم. فلامينجو موجود في طنجه اوريدي، يعني هو وصل ولعب مع الهلال في طنجه وهيلعب مباراه الثالث والرابع برضه في طنجة، يعني ما تحركش او ما سافرش داخل المغرب، مظبوط؟ بالظبط بالظبط زميلي احمد، يعني يمكن هو عنده البونص شويه في موضوع الجو وموضوع طبعا ارضيه الملعب وموضوع أيه ملعب ابن بطوطه، لكن نادي الاهلي هو الحقيقه اللي يمكن يعني اجتهد بشكل كبير جدا وارهاق كبير جدا من ابن بطوطه لمولاي عبد الله لملاعب فرعيه لسفر كبير جدا، يمكن الادفانت شويه رايح لفلامينجو، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي مهما كانت الطقس ومهما كان ارضيه الملعب ومهما كانت الصعوبات هو حلم كبير الله وهدف كبير ان شاء الله لكل لعيبه النادي الاهلي، فيا رب ان شاء الله يكونوا موفقين زميلي احمد. ثقتنا وثقه جماهير النادي الأهلي بلا حدود، والحقيقة أنه زي ما بنقول دايما في كل المواجهات الصعبة إحنا المطلوب مننا أو من رجالتنا ونجومنا أن هم يعملوا اللي عليهم، النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وخدوا بالكم يمكن كمان واحدة، مش بس فكرة أنه فلامينجو بطل كوبا ليبرتادوريس يا هيثم جاي من البرازيل على طنجة لعب فيها الماتشين وهو قاعد في مكانه، أنت رحت تطوان ثم طنجة ثم الرباط وبترجع على طنجة مرة تاني، لكن كمان يمكن في أفضلية تانية لفلامينجو أنه لعب ماتشه مع الهلال يوم الثلاث، فبالتالي استعد أربع وخميس وجمعة، أنت لعبت في الرباط يوم الأربع بالليل وجاي طنجة يوم الخميس عشان تتمرن تمرينة واحدة يوم الجمعة وتلعب يوم السبت، نظام البطولة فيه طبعا مشاكل كتيرة جدا وفيه أوجه قصور
كتيره جدا، لكن دعواتنا بالتوفيق ان شاء الله كريم. تحب تسال كريم؟ انا بس يعني فرصه كريم معانا. كريم يمكن يعني محتاجين نعرف البرنامج، هل انت عندك فكره عن برنامج بكره ايه؟ هل اللعيبه هتصحى بدري، هتتناول الفطار، هتروح تتمرن؟ يعني برنامج بكره بالتفصيل لغايه نهايه اليوم، لو عندك معلومه يبقى كويس جدا. بالتاكيد يا كابتن هيثم، طبعا يعني هقدر اقول لك كالعاده اليوم الاعتيادي لفريق النادي الاهلي غدا هيكون تناول وجبه الافطار العاشرة صباحا. طبعا انت عارف التدريب هيكون 12 ونص هنا بتوقيت المغرب، يعني هو ده يمكن ميعاد محدد الحقيقه للاعبي النادي الاهلي سواء في تطوان او في طنجة او في الرباط، فيمكن 12 ونص ان شاء الله يكون تدريب فريق النادي الاهلي الوحيد والرئيسي غدا بمشيئه الله على الملعب الفرعي المجاور طبعا لملعب ابن بطوطه اللي هيستقبل هذه المباراه. وعقب العوده طبعا الامر الخاص بقى بالغدا ومنها المحاضره الفنيه الاخيره اللي بتكون في فندق الاقامه، اللي بالتاكيد محاضرة مهمة جدا هيكون فيها هايلايتس لعيبة النادي الاهلي، هيكون فيها تأكيدات، هيضع مستر كولر التشكيل غدا بمشيئة الله ان شاء الله، فيا رب يكون موفق باذن الله في تشكيل الغد، ويا رب ايضا كمان لعيبتنا يكون عندها الاصرار والرغبة الكبيرة والشخصية الكبيرة ان شاء الله ان احنا نرجع من هنا بميدالية برونزية تليق باسم النادي الاهلي، مش بعيد على النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، كل المناخ وكل الظروف تكون معاك كابتن هيثم ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من مدينة طنجة في المغرب. دي اخبار بعثة النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي النهارده، وان شاء الله باذن الله موفقين رغم ان الظروف صعبه. يعني انا متخيل يعني احنا لو لعبنا يعني ماتش كوره مع فرقه تقيله شويه يوم الاربع عايزين ننام الخميس والجمعه عشان نفكر نقوم نتمرن من تاني. انت عندك سفر؟ ده انت عندك سفر. انا عندي ملاحظه. أيوة. بعد اذنك يا استاذ احمد فضل. كان كريم واقف مراخيره ساقعه ولابس جوانتي، واضح ان الجو تلج ساقع هناك. فانت سخن ساقع او معتدل ساقع. أيوة. الكلام ده بيأثر على اللعيب بشكل كبير، ولكن المعنويات لما تبقى مرتفعه واللعيبه لما يبقى عندها هدف بيبقى ده مهما كان الصعاب اللي بتقابلك لا بتقدر تتغلب عليه. خلينا نتفق على حاجه، وده ينطبق على اللعيبه وعلى مستر كولر والجهاز الفني وعلى جمهور نادي الاهلي. انت رايح تلعب يوم السبت مباراه قبل نهائي كاس عالم، وفي امكانيه انه تكسب او يعني تكسب المباراه دي وتحقق ميداليه برونزيه هتكون رابعه في تاريخك، وانت بتتكلم على انه عايز تطلع اللعيبه من حاله الاحباط. انت مدرك انا بكلمك على انه في انديه بجد، في انديه كتير جدا تحلم بس انها تشارك ان شاء الله تخرج من الدور الاول، يعني تروح بس يتحط اللوجو بتاعها والتيشيرت بتاعها مع الفرق اللي بتشارك في كاس العالم. احنا النهارده بنتكلم على جمهور رايح يلعب ثالث ورابع، يعني مركز في احتمال انه يكسب برونزيه يبقى ثالث عالم لرابع مره في تاريخه، والناس عايزاها تطلع نفسها من حاله الاحباط، ناس زعلانه. ده الاهلي يا هيثم. لا طبعا، وعايز اقول لك الحاجه يا كابتن معلش، خلينا نستعرض مشوار كده النادي الاهلي في البطوله. هو النادي الاهلي في البدايه خالص لاعب اوكلاند سيتي، ده بطل قاره. مظبوط. يعني الانديه اللي تاهلت ولعبت في بطوله العالم هي مش جايه عشان هي ابطال قارات. فانت النهارده بتكسب بطل قاره اوكلاند سيتي في اول ماتش، وكنت ادي اداء رائع. جينا بعد كده رحنا على سياتل ساوندرز، فريق امريكي وعنده ميزانيه كبيره جدا، برضه بطل قاره. هو مش بطل امريكا، هو بالطبع بطل امريكا، ولكن هو بطل امريكا الشماليه والوسطى ودول الكاريبي. بالظبط. يعني انت واخد بطل قاره بلعبته، يبقى انت كده عديت نصف العالم زي ما بيقول. دخلت بعد كده على بطل اوروبا، يمكن لو كان قبل النهائي بتاعك مع فلامينجو كانت الدنيا ممكن تبقى اهدى شويه، ولكن انت بتصطدم بريال مدريد بطل اوروبا وفي من احسن نسخ ريال مدريد على مدار التاريخ، من احسن نسخه. كان في غياب لاعب او اثنين او ثلاثه، ولكن ريال مدريد من الفرق اللي مهما غاب هي ريال مدريد. وبعد كده بتقابل فلامينجو، يعني انت مشوارك مشوار مش سهل طبعا، مشوار صعب. وفي فتره انت بتتكلم كل الاربع ماتشات دول 10 ايام هيثم، وده كتير على اي فرقه. بالظبط. في الوقت اللي فريق الوداد اللي بيلعب في ملعبه وسط جمهوره ومفيش سفر ومفيش، خرج من اول مباراه. اكيد كنا نتمنى انه يكمل طبعا، وان احنا يعني فريق كبير جدا ما نقدرش نقول حاجه، ولكن يعني قصدي اقول لك الصعاب اللي قابلت النادي الاهلي، ومع ذلك النادي الاهلي كسب فرقتين ابطال قارتين. ورغم كل ده بقى اللي يمكن مضايق الناس مش فكره الخساره من الريال، اللي يمكن مضايق الناس سيناريو الماتش، وانه كان ممكن جدا الماتشات الكبيره دي بتلعب زي ما بيقولوا كده المحللين والخبراء، يعني بتلعب على التفاصيل وتحتاج تركيز كل ثانيه على مدار ال 90 دقيقه، فكان ممكن جدا جدا لو احنا احسننا استغلال الفرص اللي اتيحت لينا، ولو ركزنا ومنعنا اهداف كتير جدا كانت ممكن تبقى مش موجوده للريال، كان ممكن سيناريو المباراه يبقى مختلف تمام. لكن في النهايه يعني قدر الله ما شاء فعل. بس انا عايز اقول حاجه، خلينا نتكلم بمنطقيه. سير المباراه الشوط الاول يعني خد ال 40 دقيقه قبل ما يجي الهدف او حاجه،
راس براس ند بند صح ولا حقيقي. لو بقول حاجه لا 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 احنا بنتكلم بحياديه والله لو انا بقول غلط صلح لي يعني مش انا بحكم ان انا بشايف لا وانا انا يعني مره يعني في مره من المرات النادره اغلب الاستوديوهات التحليليه امبارح الحقيقه قالت الكلام ده يعني هو يعني شيل الهدف من الشوط يعني الاول وتخيل ان احنا طلعنا متعادلين دخلنا اوضه اللبس بين الشوطين متعادلين هتقول يعني كل الشواهد انت راح لك فرصتين كنت ممكن تجيب منهم اجوان هم راح لهم فرصتين او اكتر أي. مثلا انما في الاخر انت راس براس تقبلت هدف استقبلت هدف قبل الشوط الاول خرجت دخلت اوضه اللبس عندك تعليمات كان ممكن مستر كولر يعمل ايه يرجع يدافع بقى يقول لك كده كويس قوي ولا نزل فتح الملعب وعايز يجيب اهداف استقبلت هدف بدري جدا في الشوط الثاني ومع ذلك حاربت لغايه ما جبت هدف معلول انا معلش يعني برضو مش ندي اللد لا انت الافضل انت كنت الافضل لغايه اخر 8 9 دقائق كلها غلطات ايه الجون الاول غلطه دفاعيه يعني فرديه ما هياش جمله جايه عليك بهدف لا ده غلطه دفاعيه جه منه هدف نفس الكلام الجون الثاني والثالث الوقت اللي الشناوي بيتصدى لاحسن لعيب في العالم ممكن يكون بيحط ضربات جزاء لوكا مودريتش طبعا احسن لعيب في العالم ممكن يحط ضربه جزاء ما بتهيالي يعني لو انا غلطان صلح لي النهارده الشناوي بيصد لي كوره يعني قصدي اقول ان انت على كل المستويات ند الند فاحنا مش عايزين يعني نقول انا بس اللي بيزعلني يا استاذ احمد بكلمك بكل امان بيزعلني مين اللي بيحاول طبعا جمهور النادي الاهلي حاسس وفخور بانجاز فريقه ولكن اللي بيحاول يقلل من هذا الانجاز او اللي حاول يعني يقول ان ده يعني كان لا كان ممكن افضل انتوا يعني ازاي كنا ممكن نكسب ريال مدريد انا بزعل من ده لان انت النهارده لا بس ده ما يزعلش خالص يا هيثم لا بزعل لان لا لا يعني الفكر ده العقليه دي فيها خلل كبير جدا يعني اقل بكتير جدا من انك تشغل بالك بيها لا يعني, يعني ولا تاثر اقول لحضرتك حاجه يمكن احنا عشان هو ده بيعكس ايه يعني من وجهه نظرك التفكير طريقه التفكير دي بتعكس حاله عجز شديده وبترجم حاله فشل رهيب وبالتالي ما عندوش حاجه يعملها غير انه يقول كده هو بيحاول يكسر فيك لانه شايف انك انت ناجح جدا شايف انك انت عالمي جدا وهو مش قادر يعمل او يقرب لجزء من اللي انت بتحققه فبالتالي بيحاول يضايقك او بيحاول يجرحك ودي عقليه لا تستحق انك انت ترد عليها او تشغل بالك بيها بس هو يعني انا بتكلم على ايه ان هو النادي الاهلي يعني فريق بيمثل مصر الشكل العام للفرقه حلو يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه انت النهارده متفرج على النادي الاهلي انا لو مشاهد عادي ومعرفش ده منين ولا ده جاي منين ولا ده نادي اوروبي النهارده النادي الاهلي شكله التزام اداء شكل في الملعب زي فرق اوروبا بالظبط البطوله دي بالذات البطوله دي صحيح. اثبتت انه الاهلي بيحظى بتقدير واحترام العالم كله فانت مش محتاج تبذل مجهود عشان تاكد لحد جوه هنا والعالم كله شايف بعينيه يعني بالزبط. دي حاجه بيوند يعني يو دونت هاف تو بروف انيثينج العالم كله النهارده بيتكلم عن النادي الاهلي والصحف العالميه كلها بتتكلم عن النادي الاهلي وخلينا نشوف تقرير عن مواجهه الاهلي وريال مدريد قبل بقى نرجع ونتكلم خدوا بالكم المشوار لسه ما انتهاش وعنينا ان شاء الله على برونزيه جديده في مواجهه يوم السبت نشوف تقرير عن الاهلي والريال ونرجع نكمل في الاهلي في المونديال الشياطين الحمر أينما ذهبوا في كافة المحافل تذهب معهم أحلامهم وعينهم على الإنجاز ودائما وأبدا طريق التتويج بالبطولات والإنجازات مليء بالتحديات والمخاطر والطموحات فالضغط قدر الأهلي دائما بعد أن انتهى لقاء العمالقة الذي جمع بين المجد والأحلام في مواجهة نادي القرن الإفريقي بنادي القرن الأوروبي والتي قدم فيها جنود مارسيل كولر متعة كروية شهد لها الصغير قبل الكبير والبعيد قبل القريب فخسارة جولة لا تعني خسارة المعركة فاليوم التركيز كله منصب على مواجهة فلامينغو البرازيلي لحصد ميدالية برونزية جديدة رابعة من على أرض المغرب الشقيق وثالثة على التوالي ننتظرها منكم في المواجهة المرتقبة بعد أن قدمتم أداء مشرفا منذ وصولكم لأرض المغرب بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد ثم الفوز على سياتل الأمريكي والوقوف أمام ريال مدريد ندا قويا في مباراة من طراز رفيع يكفينا فخرا أننا شاهدنا أكبر ناد في تاريخ كرة القدم في أوروبا بمواجهة أكبر ناد في تاريخ إفريقيا بمواجهة رسمية
وصفها الجميع بلقاء القرن مهما كانت نتيجته. استأنف الفريق الأحمر تدريباته دون راحة تحضيراً للقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من مونديال الأندية ليواصلوا تحطيم الأرقام القياسية، وليصبح الأهلي أول فريق عربي وإفريقي يحصد البرونزية في 4 مناسبات، كما اقترب حسين الشحات من أن يصبح أكثر لاعب في التاريخ خوضاً لمباريات في كأس العالم للأندية، وينفرد بالرقم تماماً إن شارك في المباراة أمام فلامينغو ليصل إلى المباراة رقم 12 مسجلاً 3 أهداف. ننتظر منكم مباراة تليق باسم الأهلي، ننتظر منكم مواصلة كتابة التاريخ بحروف من ذهب، فأنتم نادي القرن الإفريقي وحامل لواء القارة السمراء وواجهة الكرة المصرية. أهم حاجة عشان تحقق إنجاز لازم تآمن وتصدق بنفسك، وزي ما قال زميلي العزيز طبعا كابتن أحمد إنه المباراة ريال مدريد هي أنا من وجهة نظري هي مباراة فارقة، إن أنت اتنقلت من مرحلة إن أنت بتقول لا أنا رايح أدي أداء مشرف، أنا رايح أعمل، إن أنت دلوقتي باصص وحلمك عندك هدف إن أنت تاخد بطولة العالم. نقدر، ممكن النسخة دي ما نكونش وفقنا، هنشتغل عليه، والنادي الأهلي دايما يمكن البطولة دي يا كابتن أحمد هي البطولة، أنا من وجهة نظري البطولة الوحيدة، يعني أفريقيا عندنا دوري كاس، عندنا بطولات كتير، عندنا من كل لون سوبر وعلى كل شكل، كونفدرالية عندنا، صح؟ أي حاجة تدور عليها تلاقيها. يبقى الحلم ده صحيح، لا ممكن تبقى مباراة ريال مدريد دي هتبقى الحلم. بس أنا عايز أقول لك حاجة، لأنه الكلام ده محتاج شغل كتير، ومحتاج طبعا تروح أو تاخد الأهلي وتروح بيه ليفل تاني. الأهلي طول عمره الحقيقة على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري هو سيد أسد القارة، لكن عشان تروح تنافس على سكيل كأس عالم وتبقى بجد عايز تاخد بطولة، هنا في كلام تاني خالص لازم يتعمل. وأنا متأكد إن يعني كابتن محمود الخطيب يعني أكيد هو هناك في الأجواء ورئيس البعثة، أيوه. أكيد حلم، هيبقى حلم أكيد طبعا، وهيشتغل له في وجود شركة الكرة كمان، خلي بالك شركة الكرة انشأت لهذا الهدف. بص السيزن ده فارق قوي يا هيثم، صحيح، على مستوى البطولات اللي هتشارك فيها، على مستوى الموارد ان شاء الله لو ربنا وفقنا في التتويج بألقاب وخصوصا السوبر ليج، اعتقد ده هياخد الاهلي في حتة تانية خالص باذن الله. وان شاء الله لو كتب لينا، افتكروا الكلام ده كويس قوي، لو كتب لينا ان احنا نكون مشاركين في كاس العالم السنة اللي جاية، هتشوفوا ان شاء الله نسخة تانية خالص من الاهلي. عايز بس اخيرا اوجه تحية لمستر كولر، ليه؟ لانه المدرب اللي ينزل يلعب ريال مدريد بالطريقه دي وبالفكر ده وبالتكتيك ده، ده مدرب مدرك تماما لشخصيه النادي الاهلي وكوره النادي الاهلي اللي مستنيها الجمهور، ومدرب عنده من الجراه انه ما يخافش حتى وهو بيواجه افضل فريق في العالم ريال مدريد. نروح لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم بقى، جهز لنا بمجموعه من الاخبار والصحف العالميه، ردود الافعال على المواجهه واخر اخبار المونديال. مساء الخير يا هنا. مساء الخير يا احمد، برحب بيك وبرحب بكابتن هيثم وكل مشاهدي قناه الاهلي، واكيد سعيده جدا ان انا هكون معاكم النهارده بقى واخدكم في جوله عن اخبار كاس العالم للانديه. احنا اسعد بوجودك معانا، ويلا بينا ناخد جوله. هناخد طبعا جوله في معظم الصحف العالميه وردود الافعال على المباراه بتاعه امبارح، وطبعا البطوله لسه مستمره في مواجهه الاهلي وفلامينجو، عندك اكيد اخبار عن المباراه وبعثه النادي الاهلي في المغرب بشكل عام. اتفضل. اكيد طبعا، بس الحقيقه قبل ما ابدا جولتي الاخباريه يعني عايزه اقول ان انا يعني فخوره جدا ان انا بنتمي طبعا لهذا الكيان العظيم، كيان النادي الاهلي. شفناه الحقيقه كالعاده امبارح بيشرفنا في المحافل العالميه والدوليه، شفناه بيقدم مباراه كبيره جدا امام ريال مدريد، يعني بغض النظر عن النتيجه اللي يمكن ما كانتش مرضيه لاغلبنا، لكن الحقيقه الاهلي قدم مباراه كبيره جدا، وان شاء الله بقى يوم السبت القادم كمان يقدم اداء كبير جدا ويفوز بالميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه ان شاء الله. ان شاء الله. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده والبدايه مع فريق النادي الاهلي. واستأنف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته ظهر اليوم الخميس على ملعب الفرعي لمركب مولاي عبد الله، استعدادا لمباراه فلامينجو البرازيلي بعد غد السبت. وحرص مستر مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وايضا ادى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء
أمس أمام ريال مدريد تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط، وقد قرر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندريا مخطط الأحمال استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران، وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية. واستكمالا بقى للحديث عن النادي الأهلي، وصلت بعثة فريق الأهلي مدينة الرباط بالمغرب الشقيق إلى طنجة استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامينجو البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للصحف العالمية، واهتمت الصحف الأوروبية بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية التي تعثر فيها بطل القرن الأفريقي أمام بطل القرن الأوروبي، ونشرت صحيفة لوكيب الفرنسية مقالا ذكرت فيه أن انتصار ريال مدريد على الأهلي لا يعكس معاناتهم أمس في الرباط، كما أن صحيفة ماركا الإسبانية قالت أن الأهلي كان خصما جديرا بالاحترام، وأيضا نشرت صحيفة AS الأسبانية مقالا قالت فيه إن أحلام الأهلي في النهائي انتهت وأنه سيلعب مع فريق فلامينجو البرازيلي على البرونزية. يعني الحقيقة حاجة بتشرف جدا طبعا، وإحنا فخورين فعلا، إحنا بننتمي للنادي الأهلي، الصحف العالمية كلها بتتكلم على النادي الأهلي وأدائه في مباراة أمس. وده اللي كنت بتكلم فيه مع عيسم، اللي عجبنا امبارح في المباراة بصرف النظر زي ما أنت قلتي هنا عن الموضوع السكور، انه الاهلي ظهر بشخصيته، وانه الفوارق اللي اتقالت قبل المباراه والمقارنات اللي اتقالت بين ريال مدريد والاهلي ما شفناش ولا حاجه منها على مدار ال 90 دقيقه، وانه لو كان معنا بس شويه توفيق وتركيز اكتر من كده كان ممكن سيناريو المباراه يبقى مختلف تماما عن السيناريو اللي احنا شفناه امبارح. انا اتفق معاك، ويمكن التركيز في التفاصيل، هي غلطه او اتنين تفاصيل بسيطه، باص وكات، استلام كوره ممكن تقلش منك في مالكش حد مغطيك، تفاصيل بسيطه كانت ممكن تطلع بنتيجه احسن من كده. احنا ضيعنا كتير قوي امبارح على فكره يا هيثم، يعني احنا لو يعني في الاربع خمس كور اللي احنا رحنا بيهم على الجون وفقنا في واحده بس او اتنين السيناريو الماتش ده كان راح في حته ثانيه خالص. يعني يمكن احنا مش عايزين نتكلم في الفرص، يعني يمكن انا مش عايز يعني اقول عددها، بس انت جبت مجمل، انا اتصور ان هم مش اقل من خمس فرص. يعني لا، في شحات راح، شريف راح، قفشه راح، عبد المنعم ليه واحده برده في السكس يارد، مع انه عبد المنعم هادر هايل بصراحه بالزبط. يعني بس الحمد لله طبعا في النهايه، وطاهر وكهربا صح، كره طاهر اللي كانت 100% كانت يعني كنا قلنا جون، بس كل ده كان ممكن يغير شكل النتيجه صحيح. وغير شكل السكور في الاخر. دي حقيقه احنا كان ناقصنا بس يعني حاجه قليله من التوفيق. اقول لك حاجه هنا، قبل الماتش ما يبتدي انا كنت متوتر جدا، فيعني قلت لنفسي بجد واحنا قاعدين بنتفرج احنا متوترين ومشدودين، كان الله في عون اللعيبه، يعني اللعيبه نازله تلعب دي قدام الريال احساسها ايه دلوقتي؟ بس انا ما حسيتش ان هم متوترين حقيقي، هم كانوا متجهزين كويس جدا للمباراه وبدوا بدايه اكتر من رائعه، يعني بانت قوي في واقفين على رجلهم وبانت اكتر في ضربه الجزاء بتاعت علي معلول، وبانت اكتر واكتر في ضربه الجزاء بتاعت الشناوي. كل ده يبين استابيليتي، والكلام ده هو ده اللي كنا بقوله معاك يا كابتن احمد، ان احنا في، ويمكن هنا برضو اكيد تتفق معانا، ان مباراه ريال مدريد انا بقول نقله في تاريخ النادي الاهلي، نقله في الفكر ان احنا نروح للكره الاوروبيه ان شاء الله، وده محتاج زي ما قال زميلي العزيز احمد ان احنا محتاجين شغل اكيد هنوصل له ان شاء الله. ان شاء الله. دي حقيقه، احنا كمان شفنا النادي الاهلي كان ضاغط في جزء كبير جدا من المباراه، بس التوفيق ما كانش مع النادي الاهلي بقى امس. صحيح. خلونا بقى نستكمل اخبارنا النهارده وننتقل للفيفا، واعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا تغيير ملعب مباراه الاهلي ضد فلامينجو البرازيلي في مباراه تحديد المركز الثالث بمنافسات كاس العالم للانديه، ويستعد الاهلي لمواجهه فلامينجو البرازيلي في مباراه تحديد المركز الثالث في كاس العالم للانديه والمحدد لها 5:30 بتوقيت القاهره مساء السبت المقبل. ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي مباراه تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المغرب 2022 بين الأهلي وفلامينجو ستقام على ملعب طنجة، والذي سعته طبعا 65,000 متفرج يوم السبت 11 فبراير، وتضمن البيان أن المغرب البلد المضيف قررت نقل المباراة من العاصمة المغربية الرباط للحفاظ على ملعب الأمير مولاي عبدالله للمباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال،
واللي هتكون طبعا الساعة 8 مساء في نفس اليوم لضمان بقى جودة الرياضية للمباراتين المتبقيتين للاعبين والجماهير. ننتقل بقى دلوقتي لفلامينجو، واعلن فلامينجو البرازيلي غياب فيليس لويس وليو بيريرا ثنائي الفريق عن مباراه الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه 2022 بالمغرب بسبب الاصابه. وذكر فلامينجو في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الخميس ان فيليب لويس وليو بيريرا لن يتمكنا من خوض مباراه الاهلي بعد تعرضهما للاصابه. واضاف ان بيريرا قلب الدفاع تعرض لاصابه في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال السعودي، وأوضح أن المخضرم لويس الذي يلعب كظهير أيسر غاب عن هذه المباراة واكتفى بالبقاء على دكة البدلاء، وطبعا أصيب في قدمه اليمنى. واستكمالا بقى للكلام عن فريق فلامينجو، يواجه فريق فلامينجو البرازيلي أزمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي والمقرر لها السبت المقبل في مباراة تحدي المركز الثالث في مونديال الأندية والتي تخضها المغرب الشقيق. وتأكد غياب اللاعب جيرسون سانتوس عن فريق فلامينجو البرازيلي بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام الهلال السعودي في الدور نصف النهائي. كما فجر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مفاجأة مدوية بإعلان حصول ثلاث لاعبين آخرين من نادي فلامينجو على بطاقات حمراء في الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها أمام الهلال السعودي. واستكمالا بقى لأخبارنا النهاردة، كشفت تقارير صحفية سعودية أن ثنائي أندية كارو أندريا كارو وحمد اليامي لاعبي فريق الهلال السعودي جاهزان للمشاركة في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية. ويذكر أن الهلال أصبح ثالث فريق عربي يتأهل للنهائي كأس العالم للأندية خلف الرجاء المغربي والعين الإماراتي، وأول فريق سعودي يصل إلى تلك المرحلة. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق طبعا للهلال السعودي في الفاينل، أي فريق عربي طبعا كلنا ندعمه. ماتش بين الهلال والريال هنشجع مين؟ الريال طبعا. لا طبعا بهزر، اكيد طبعا قلبنا مع الهلال طبعا. لا ده بعد ماتش امبارح كمان. يعني انا طبعا كتالونيا، انا برشلونه، فانا اي حاجه ضد الريال انا داخل فيها على طول. لكن طبعا وجود الهلال في المباراه النهائيه كلنا على قلب رجل واحد، ونتمنى طبعا تبقى لاول مره شيء يشرف كل الكره العربيه. وزي ما الاشقاء في السعوديه عملوا عروض رائعه وخصوصا قدام الارجنتين في كاس العالم، يقدروا ان شاء الله الاشقاء في الهلال ان هم ان شاء الله يتخطوا ريال مدريد، خصوصا الحقيقه عندهم سكواد محترم جدا وكورتهم تطورت جدا في الفتره الاخيره. كل التوفيق للاشقاء ان شاء الله. انا بنشكرك بجد، يعني لخصت لنا حاجات كثيره جدا كان مهم نعرفها، خاصه ردود الفعل العالميه. بنشكرك، وكنا طبعا اكيد سعداء وانت معانا. انا كنت سعيده جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وبتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي في مباراه السبت المقبل. اكيد مباراه مش هتكون سهله، فلامينجو هجوميا كمان قوي، لكن ان شاء الله بقى رجال النادي الاهلي كالعاده يكونوا على قدر كبير من الثقه ويفرحونا كلنا بقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. إن شاء الله. يمكن كابتن احمد في نقطه مهمه، يعني هل اداء النادي الاهلي ممكن يفتح الطريق للهلال ويشجعه ان يقول لك اذا كان النادي الاهلي كان قريب انه يكسب، وريال مدريد زي ما قالت صحيفه لوكيب قالت انه مش معنى فوز ريال مدريد انه معناش في مباراته مع النادي الاهلي، فشايف اداء النادي الاهلي ممكن يفتح الطريق ويشجع الهلال انه ياخد او يكسب وياخد الدهب؟ بص انا بتهيألي وصول الهلال في حد ذاته هيثم للمباراه النهائيه ده دافع كبير جدا، لانه على اعتاب يعني انجاز تاريخي، فبالتاكيد كل اللعيبه عندها الرغبه في انها تحقق البطوله. ده نمره واحد. نمره اتنين، لو بصيت على ماتش الاهلي امبارح اعتقد ان السيناريو او الطريقه اللي استخدمها مستر كولر في مواجهه الريال، اعتقد يعني لو توفيق كان معانا بجد مع شريف ومع الشحات ومع قفشه في الثلاث كور دي اسمها فرص مؤكده، كان ممكن جدا جدا تصدر حاله التوتر والارتباك بقى بعد كده للريال، وبالتالي كان نتيجه المباراه اختلفت تماما. فاعتقد انه دياز هيشتغل كويس قوي على شغل كولر في مباراته مع الريال، واعتقد انه الهلال قادر برضه. يعني انا مؤمن انه الهلال عنده القدره بكره او يوم السبت ان شاء الله انه يتجاوز ريال مدريد. ويمكن خليني اقول انه في حد ذاته فريق عربي موجود في الفاينل، اكيد يعني دي حاجه تسعدنا، واكيد نتمنى ان يبقى اول فريق يعني نقول عربي يفوز بالكاس،
وهم الهلال بامانه انا اتفرجت على ماتشهم حتى سواء لما تخطوا الوداد وبعد كده تخطوا فلامينجو. جم من بعيد قوي. جم من بعيد جدا. هو التطور في ادائهم مباراه يعني، هم كانوا خلاص الشنط على سلم الطياره وبعدين قالك هوب ارجع تاني، عدوا الوداد وبعد كده عدوا فلامينجو. فالتطور والكيرف رايح بالظبط، الكيرف بقى بيطلع معاه. انا شايف بكل حال من الاحوال ان المباراه مش هتبقى سهله. أيوة. مباراه الهلال والريال مدريد، لو الريال فاكر انه رايح ياخد المباراه بسهوله، اتوقع انا توقعي أيوة. الشخصي لا، المباراه مش هتبقى سهله. خد بالك انه نفس الفرقه دي، فرقه الهلال، عملت جيم عالمي في النسخه اللي فاتت من كاس العالم مونديال قدام تشيلسي. صحيح. وكانوا اقرب الحقيقه يعني، انا كنت شفت المباراه دي 1-0 تقريبا ولا 2-1، كان اعتقد 1-1 ثم بعد كده تشيلسي حاجه زي كده، كانوا قريبين جدا. صحيح. تشيلسي سجل ثاني وثالث، بس لغايه ال 1-1 انت كنت شايف الهلال بيلعب كوره حلوه قوي قدام تشيلسي يعني. صحيح. طيب على كل الاحوال خلينا نسمع راي نجومنا بقى، مش بس في قصه ماتش امبارح، لكن كمان في ماتش اللي جاي، لانه انا اللي يهمني اكتر ازاي نعدي فلامينجو. بعد ما نعدي فلامينجو يبقى لينا وقفه بقى مع البطوله ككل، ونبقى عينينا رايحه على الدروس المستفاده وازاي نقدر نطور من اداء النادي الاهلي، عشان باذن الله المشاركه اللي اتعودنا انها بقت مجرد روتين بقى عادي جدا انك تروح تلعب في كاس العالم، وبقى عادي جدا ما بيفرحناش ان احنا نوصل للدور قبل النهائي، ازاي نوصل ان احنا نكسر الانجاز ده ونوصل لابعد من كده. هيكون كلامنا مع نجومنا الكبار طبعا كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش، ضيوفنا في الاهلي في المونديال، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه طبعا برحب بضيوفي الكباتن الكبار كابتن ماهر همام. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، اهلا بيك، منور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك يا هيثم، اهلا بيك. وكابتن طبعا محمد حشيش منورنا ومنور قناه النادي الاهلي، ودايما متالقين يا كابتن. حبيبي ربنا يخليك. باكيت تقال يعني نورين الدنيا كابتن. كنا عايزين واحد في المباراه، واحد يعني العود جاهزه جوه يا كابتن، العود جاهزه، نمضي وتوكلوا على الله. وارد وارد، احنا دايما اتعلمنا انه يعني لما بيبقى في خساره او في مطب، نعم، انه نتعلم منه عشان نعم ناخد بالنا كمان في اللي جاي. بس تقييمكم بدايه، وبعيدا الناس مش راضيه عن السكور ومتفقين انه الاهلي ما كانش يستحق السكور ده، لكن عايز تقييمكم لاداء النادي الاهلي. ابتدي مع كابتن ماهر. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هارد لك لعيبه النادي الاهلي، بنحييهم على الروح والاداء والاخلاص داخل الملعب، وهما كمان بيقابلوا نادي القرن الاوروبي، فرقه مصنفه رقم واحد على العالم، عندها لعيبه ستوك حاجه تفرح يعني بصراحه. أي. يعني حتى الاصابات اللي ما فرقتش معاهم، موجودين ما فرقتش معاهم، فده بياكد لك قيمه هذا النادي او قيمه هذا الفريق. كل اللعيبه اللي موجوده امبارح دي لعيبه دوليه ونجوم في منتخباتها ليفل 1. مفيش لعيب في كلاس اي طبعا. هو الريال هيجيب لعيب نص نص ولا طبعا. وفي نفس الوقت كمان احنا بطل افريقيا طبعا. أي. ونادي القرن، والحمد لله يعني كانت المباراه يعني هارد لك وباد لك بالنسبه لنا، لان احنا كان عندنا فرص يا هيثم احمد كنا نقدر ممكن نستغلها. غيروا شكل المباراه. بالظبط، غير شكل المباراه وشكل الاداء، لكن هي كره القدم كده، اليوم ما بقاش يومك بتستقبل، وبعدين انت بتستقبل من 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 من, من عملاق الغلطه بفوره بعقاب يعني، زي ما بيقولوا بلغه الكوره يعني. فطبعا وانت عارف ان المباريات بتبقى اخطاء، عشان اكسب اكيد لازم يبقى في اخطاء ممكن تكون مدافعين يستغلها المهاجمين. دي ثانيه ثانيه الغلطه بتتعاقب عليها بهدف، بتتعاقب عليها، ودي حاجه من ضمن الحاجات. احنا طبعا هنتكلم على الدروس اكيد اللي ممكن نقدر نستفاد منها من هذه المباراه. الحاجه الثانيه بالنسبه لاداره النادي الاهلي بصراحه ما قصرتش، احنا كنا محتاجين فيرود، لكن الناس فعلا اجتهدوا بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت في الاثنين المهاجمين، الراجل البرازيلي والراجل الافريقي اللي كانوا محترفين في في, في تركيا، وسبحان الله المحاولات، لكن مبالغه في الاسعار، الاسعار كانت صعبه، وفي نفس الوقت كمان كانت مشاكل النادي مش عايز يسيب وقصص يعني. لكن ما توفقناش فيهم، مش كل صفقه حضرتك بتقدر تخش فيها تتوفق. صحيح. اداء بصراحه يعني كلنا كان قبل اللقاء عندنا ثقه. نعم. وجماهير النادي الاهلي واحنا كمان. طب كابتن الثقه دي كانت جايه منين؟ معلش يعني يعني احنا كجمهور كنا دايما نقول ايه؟ لا ان شاء الله وبنحلم وعندنا ثقه واثقين في اللعيبه، جت منين الثقه دي؟ جت منين الثقه ان احنا نقدر نكسب ريال مدريد؟ الثقه يعني جت من قبل المباراه، واحنا طبعا كان عندنا 15 مباراه ادينا فيها بشكل جيد، ثقه المدرب كولر وهو بيشتغل باحترافيه، ثقه اللعيبه في الجهاز،
ثقة المجلس في الجهاز الفني واللاعبين، جماهير النادي الأهلي اللي كانت يعني سعيدة جدا ان النادي الأهلي بيروح لكأس العالم للأندية. المباراتين اللي قبل المباراة اوكلاند وسياتل يعني كان كل ده بيدي لك مؤشرات انك انت لا لازم تطمع وبلغة الكرة لا لازم نطمع، لان احنا كمان بقى عندنا خبرات وبقى عندنا متواجدين في البطولة دي اكتر من 8 مرات، فاحنا عندنا بقى الخبرات اللي احنا نقدر نغير المكان اللي احنا موجودين عليها نطمع طبعا في النهائي. فده كل دي كانت مؤشرات رايحة للناس وكانت واضحة للناس، لكن سبحان الله زي ما قلنا في يوم ساعات في الكرة بيبقى مش يومك. صحيح. اليوم ده ما كانش يوم. انا عايز اقف شويه مع كولر كابتن حشيش، فكره ان يعني لو جبنا 10 مدربين قلنا لهم انتوا هتلعبوا ماتش مع الريال، 9 منهم هيبقوا متخوفين جدا وبيلعبوا جيم مقفول جدا وبيحاولوا يطلعوا باقل خسائر ممكنه. صحيح. لكن واحد منهم وهو مستر كولر امبارح الحقيقه لعب جيم بياكد على اكتر من معنى، واحد انه مدرب مدرك تماما لشخصيه النادي الاهلي، مدرب ممكن يقدم بصمه في اللي جاي. خد بالك احنا بنتكلم على شهور بسيطه جدا، مش موسم واثنين، وبالتالي كولر يمكن النتيجه ظلمته، لكن انا الحقيقه حابب اديله حقه. هي دي النقله اللي نقلها كولر للنادي الاهلي. لو نرجع بالذاكره كده الماتش بايرن ميونخ في نفس البطوله، ايوه انت كنت تقريبا بتلعب مدافع تعتمد على الحاجات المرتده على استحياء واتغلبت 2. اللي مزعل الجمهور النادي الاهلي ان امبارح الاداء كان كويس وفي اداء هجومي، يمكن انت وصلت لمرمى ريال مدريد قبل ما هم يوصلوا للمرمى بتاعك. مظبوط. بكره شريف وبعدها الشحات وبعدها عبد القادر اللي لعبها يعني كان المفروض يلعبها مره، ضيعت فرص. الفرص دي جايه نتيجه لهجوم منظم في بعض الفترات. مشكلتك ان التوقيت بتاع الاهداف كان صعب شويه اكتر، يعني حاجة أو أكتر ظروف صعبة بالنسبة للفريق إن هو يتغلب الشوط الأولاني في الآخر 1-0 ونزل في أول دقيقة الشوط الثاني كمان 2، وأنت مش تلعبش فرقة محلية، أنت بتلعب أكبر فريق في العالم من حيث الاسم وحصد البطولات ولاعيبه 850 مليون يورو التسويق بتاعهم قيمه تسويقيه ولاعيبه وفرقه كسبانه كل فرق الارض. عشان كده انا برجع اقول ان بعض الناس قبل المباراه قالت في اصابات وفي كذا، انا طلعت ليله المباراه قلت يا جماعه البديل ده بالعكس، ده البديل ده عنده حافز اكثر ان هو ينزل، ومفيش حاجه اسمها في ريال مدريد اصل البديل اقل من كله مستوى واحد. لون امبارح حارس المرمى بديل كورتوا لعب جيم كويس جدا كله مع... مستوى يعني كره طاهر دي عايزه حارس مرمى كبير جدا الشحات برده اللي شالها. وعشان كده برده ليله الماتش انا كنت هنا في القناه وقلت يا جماعه يعني مش عايزين نبالغ في الامل قوي، لازم نكون واقعيين، لان هي في الاخر بعد تفوق المدرب بتاعنا وتفوق اللعيبه هي مساله قدرات فرديه. انا بشوف المبالغه دي مكسب في حد ذاتها يا كابتن حسين. هي فكره انك انت تبقى رايح تلعب مع الريال بكل الفوارق اللي حضرتك بتتكلم عليها والفرق بين كره في اوروبا وكره في افريقيا عموما يعني، ويبقى في مبالغه وفي طموح وفي ثقه عند الجمهور، ده شيء مش ممكن يبقى غير مع النادي الاهلي. هو ده اللي خلاك تظهر ان كده. انت تظهر وتهاجم. ايوه. لان انت برضو تامن مرة دي ما تعتبرش قليلة. انت رجلك هناك بقالك فترة ومحقق برونزية، وبرونزية دي مش سهلة. يعني برونزية دي مش سهلة انك تحققها. انت في الثلاث نسخ كسبت كل ابطال القارات باستثناء ابطال اوروبا ومدارس مختلفة. وبعدين انت ماتش امبارح انت لعب قبليه ماتشين في مدة قليلة قوي، سفر بين اوكلاند وسياتل الاثنين في وقت قليل، بذلت مجهود وكسبت مدرستين مختلفة. الراجل جاي اساسا من البلد يلعبك، لسه اول صحيح. مباراه بيلعبوا مباراه في الدوري ما فيش من يومين وجايين يلعبوه، ففي ناحيه برضو فيها نوع من الاجهاد. عشان كده الراجل لا هو غير. نظام البطوله سيء، وانا مش عارف ليه الراجل يعني ايه الفرق بين بطل اوروبا وبطل افريقيا. ده بطل قاره وده بطل قاره. لو حضرتك تفتكر البيان اللي طلعه مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بعد النسخه اللي فاتت وكان مدي 4 نقاط، انا فاكره كويس قوي لان انا كنت ليا الشرف ان انا زعت هذا البيان، وانا فاكر منهم نقطه ان مفيش تكافؤ فرص في بطولة العالم للانديه، وكان من ضمن النقطه اللي حضرتك تفضلت يا كابتن محمد قلت عليها ان ليه بطل اوروبا بيجي على قبل النهائي وبطل امريكا الجنوبيه امريكا الجنوبيه نافق الكلام ده كان في البيان بالزبط. كان في البيان وانه لازم تبقى يبقى في لان انت لاعب ماتشين
بثلاثة صفر مش بس الماتشات، عدد الماتشات انت بتتكلم ان احنا رايحين، يعني انت بتتكلم صفر. على ماتش ريال انت رايح، تعالى نبص ماتش فلامينجو بالزبط. انت فلامينجو جه من البرازيل على طنجة وقعد فيها بالزبط. انت جيت على تطوان ورحت لطنجة ولعب برضه ماتش واحد ولعب ليه؟ ماتش قبل النهائي قبلك بيوم يعني لعب هو الثلاث مع الهلال، انت لعب الاربع تقدر يعني من وجهه نظري تقدر توصل للفاينل لازم نظام البطوله يتغير، لانه لازم يكون النظام النسخه اللي جايه مفترض مختلف تماما، عدد الانديه هيزيد، واخدوا ثلاثه من اوروبا وثلاثه يعني هتبقى أي. هو ده الفير. انما مع ذلك الاهلي برضو الجمهور كان عنده طموح زي ما احنا بنقول، لان عارف ان النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي بتوع التحديات ومروا بظروف اصعب من كده وعملوا مباريات كويسه، وكان عندنا امل لان احنا احساسنا كان عالي اول فتره الاخيره بمستوى النادي الاهلي ولاعيبته ومستوى الجهاز اللي موجود، فعشان كده الطموح. وبعدين خلي بالك انت اللي ما اتفرجش على الماتش امبارح ما صدقش يعني النتيجه 4 دي، اللي اتفرج على الماتش يا جماعه امبارح ما قلتش النتيجه دي، هو ده مزعل الناس. النتيجه دي لا تليق بالاداء اللي عمله النادي الاهلي، لان انت كان في نقط معينه كان ممكن تغير الماتش خالص، يعني كرة قفشة دي كان ممكن ترجعك 2-2، زودت المعنويات، تصدر التوتر لريال مدريد بالزبط. ممكن ربنا يكرمك بهدف بالظبط ان شاء الله توصل ضربات جزاء، هتوصل ممكن في يبقى في كلام، وقلنا الكلام ده برضو من حق. معلش في الجزئية دي عشان برضو في جزء من الجمهور بيبقى غيران قوي على اسم النادي الاهلي، فممكن يجي على لعيب ولا اتنين، ممكن يكون في لعيب اخطا فتسبب في دخول هدف في مرمانا او عمل ضربه جزاء علينا، او لعيب ما وفقش او ما ركزش في اللمسه الاخيره فضيع هدف شبه مؤكد للفرقه، كل ده اثر على سير المباراه على السيناريو. ازاي يا كابتن مابر تشوف القصه دي؟ يعني لما اجي اظلم قفشه مثلا اقول ضيع هدف مؤكد وما كانش ينفع يضيعها، او متولي ازاي يتسبب هو وديانج في الهدف الاولاني، وخصوصا انه مشوار البطوله ما انتهاش واللعيبه دي عندها مباراه مهمه جدا كمان اقل من 48 ساعه. بص احمد، ده الفرق اللي بيننا وبين ريال مدريد، احنا بنتكلم عن نادي القرن رقم واحد، واحنا شرف لينا كمان ان احنا اللي جايين وراه، احنا بننافس ريال مدريد على البطولات اللي بيننا وبينه. أي. فيعني الامور قربت، لكن عايز اقول لك وارد صعب يعني في المباراه اللي فيها ريال مدريد وبايرن ميونخ، المباراه دي بيبقى فيها شيء من يعني خضه يعني بعض الشيء رهبه شويه، خصوصا في بعض اللعيبه اول مره تروح كاس العالم للانديه تشارك بهذا الشكل، يمكن الشحات ما كانش قلقان انه شارك في اكثر من نسخه، الشحات يمكن هم اقصرهم صحيح. وبعدين الشحات كمان جهز نفسه للبطوله دي، لان هو قبل البطوله بمبارتين ثلاثه رجع للمستوى اللي هو استعدادا للبطوله دي، انه عارف رايح البطوله معاه مش رهبه لازم يرجع، عارف انه عنده خبرات بالزبط. من اللعيبه اكتر لعيبه شاركت في البطوله دي، لعب جيم حلو قوي امبارح، جيم جميل. لكن عايز اقول لك حاجه يا احمد، في اوقات كده لو انت مش مركز ومش مصحصح، انا هتكلم على الشق الدفاعي ثم الجزئيه بتاعت الشق الهجومي، لسه كنت بتكلم مع حشيش، لو انت مش مركز طوال ال 90 دقيقه في حته الرقابه والتنظيم وقربك من الخصم ومحاوله انك انت ما تغلطش، لان دي كلها المفروض بتبقى موجوده في حسبان المدافع، ان انا عايز طوال ال 90 دقيقه مصحصح، طوال 90 دقيقة ما غلطش، طوال 90 دقيقة أقدر أشتت تحت ضغط، طوال 90 دقيقة لما تجي لي الكورة والمهاجم بعيد عني أبدأ هجمة صح، طوال 90 دقيقة رقبتي شغالة وبكلم اللي حواليا، طوال 90 دقيقة بسمع صوت الشناوي، طوال 90 دقيقة فين المهاجم؟ هو جنبي ولا ورايا ولا قدامي؟ والمساحة قد إيه بيني وبينه؟ والمساحة بعيدة ولا قريبة؟ فدي كلها عوامل تخليك انك انت طول ما انت مركز في المبادئ الدفاع، الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، خد بالك بتحافظ بشكل كبير جدا على نتيجه المباراه. لان طول عمرنا بيقول لك ايه، ده مطلوب طول من 11 ما بيخشش طبعا. فينا 11 لا بالظبط، كابتن قصده على المدافعين بشكل لعب بشكل ده لعب احمد على يعني لعب اكتر على المدافع، لان المدافع غلطته جون. بتترجم جون. بجون بالظبط، بتخلي الفرقه خسرانه واحد او اثنين، انما المهاجم لو ضيع عنده فرصه، بس طول ما انت مفيش جوان عندك ممكن تكسب في اي وقت، هي ده الفرق. كلام حضراتكم 100% صح، الضغط على وبعدين يا احمد كمان قفشه وارد ان انا كمهاجم ان انا جات لي كوره ما وفقتش ان اجيبها جول،
واخد بالك، لكن جات لنا اكتر من 3 4 فرص، فلكن المدافع عيني هو اللي محطوط تحت المنظار. يمكن على طول. يمكن يا كابتن انا بشفق على متولي صراحه. متولي يمكن اول مباراه كبيره بالشكل ده. انت يعني هتشيل المتولي لوحده؟ لا 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 مش قصدي، انا بتكلم على المدافعين، بتكلم لا 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 مش قصدي، لا والله انا بتكلم على الجزء الدفاعي. الجزء الدفاعي بتكلم على الجزء الدفاعي. عايز اقول لك هيثم، خد بالك تملي الخطا لما بيجي في الجول، خد بالك بيبقى خطا مركب. ايوه صحيح. الا في حاله واحده بس، لو انا شديتك واخد بالك انت وجبت ضربه جزاء، ده خطا انا المسؤول عنه. أيوه. انا مسؤول عنه صح. ما عدا لكن ذلك بالنسبه للمتولي الباص جاي له عاليه، الباص جاي من هي كره موفقه فيها. بس احنا عايزين بقى الدروس المستفاده من الحته دي. قبل الدروس المستفاده انا بس وهبعد شويه عن ماتش ريال مدريد. انا شايف ان البطوله دي، أو ده احساسي الشخصي يعني، ان البطوله دي رغم انها تامن مشاركه للنادي الاهلي، لكن المكاسب والبروباجندا طبعا وردود الافعال والاهتمام والتقدير اللي بياخده النادي الاهلي في المشاركه دي تحديدا مختلف عن كل المرات اللي قبل كده. مكاسب الاهلي اتحققت بره الملعب في البطوله دي مختلفه عن كل المرات اتحققت قبل كده. كابتن هو المكسب كمان ان انت لازم يعني، واعتقد الناس كلها تستفيد من الحته دي، انه ان انت بتستفيد من الخبرات. ايوه اللي انت شاركت، اللي ما شاركش قبل كده شارك بقى عندك التيم ده، في معظمه شارك في اكتر من بطوله قبل كده. بتتعامل او بتلعب مع مدارس مختلفه، لازم تكسب خبرات. ماتش امبارح لازم اتعلم حاجه، ان انت الخطا بتاعك حتى لو في نص الملعب بيترجم جون عليك مع الفرق المستويات العاليه طبعا. ممكن في الدوري المحلي لا صح. ما بتتلحق بتتعوض بجون بيلحق او هو بيضيعها، انما بدليل حاجه لما تيجي تلاقي الفرص بتاع النادي الاهلي امبارح تلاقيها اكتر من ريال مدريد، بس هم الفرص اللي جات لهم جابوها. ايوه انت جات لك كذا فرصه، يعني لو اتكلمنا على الفرصتين بتاعت قفشه وبتاعت شحات وبتاعت شريف وبتاعت محمد طاهر، محمد طاهر في كلهم جايين من كوره من لعب. يعني انت فاهم ازاي كل دي الفرص دي ما جاتش، كنت جبت منها واحد او اثنين كان الموضوع انتهى وركبت الماتش. فهو برضو يعني عايز اقول ايه، إن سواء المدافع او المهاجم لازم استغلاله. ويمكن كان كولر يعني يمكن اول ما جه كان عنده حته لما كان فيه الماتشات عندنا تعادلات وكده، فبيقول انا يعني حته المهاجم لازم اوصل، لان المهاجم بيجيب جون من نص فرصه. ما ينفعش النادي الاهلي يوصل 15 مره ويجي جون او ما يجي، ما ينفعش. صح. في الماتشات العاديه هنرجع نقول انها تمشي، انما الماتشات الكبيره اللي زي دي الماتشات نوك اوت ما ينفعش. نص فرصه بدليل حاجه بقى عايز اقولها، انت هتوصل مع الريال كم مره عشان انا عايز اقول لك بدليل حاجه كمان بقى، بص الخبرات والفروقات اللي انا بقول لك عليها، الجون الثالث والرابع الراجل بكل ثقه وهدوء بيعمل كده والتاني بيحطها بكعبه يعني انت ده الخبرات وده التقل. بس احنا وقفنا بعد الثالث طبعا. انا عايز اقول لك بعد الثالث خلاص الماتش لسه كنت بكلم حشيش واحنا بنلعب بايرن ميونخ ايامنا احنا، فانا مع مولر طوال 90 دقيقه احنا كسبين 2-0 في الدقيقه 90 مولر جاب جول في ثانيه انا بدور عليه. ايوه يعني وراح فين؟ وراح فين؟ وفي الدقيقه 90 الماتش خلص خلاص، فراحت رايحه مولر زي حشيش كده تك عمال كده بدماغه جول. فانا عايز اقول لك ان خد بالك المصنف رقم واحد لحظة. ده لحظة. لحظه عشان كده بدفع فيه بقى الملايين وبدفع فيه المليارات دي وقاعد مستني بيلعب المباراه بالزبط. كلها عشان الغلطه دي ومستنيها هربان منك مستنيها وقت انت طول ال 90 ده مركز معاه وفي ثانيه واحده من هنا بقى انا عرفت دي بقى من الدروس المستفاده اللي بقول لك عليها. انا كمدافع اكيد طبعا متولي هيستفاد مليون في المية بشكل كبير جدا من هذه المباراه. واكيد طبعا برضو في من ناحيتهم هم لازم نبقى منطقيين واقعيين كل الفرق يعني هم من ناحيتهم كبرياء البطل يعني اكيد انشيلوتي قال لهم فرقه الاهلي دي طمعنا فيكم ونازله عشان تكسبكم عارف عليكم بان في لا عارف التصريحات اللي قبل الماتش بان في احمد التصريحات اللي قبل الماتش وبانت من فرحتهم بالاهداف طبعا. ريال مدريد في العادي ما بيبلغوش فرحته صح. لما صح. النهارده في الهدف الاول تلاقيهم بيجروا يعني الفرحه الجون بالهدف بعد ضربه الجزاء بتاعتنا بتاعت معلول شوف الكاميرا لما جت على انشيلوتي كان شكله عامل ازاي بدا يقلق لان انت صعب 2-0 وتلاقي فرقه جايه لا وقبلها مضيع فرصه والكاميرا لما جت على فرقه الاهلي وهي رايحه تجيب الكوره من يعني مفيش حد احتفل بالهدف صحيح لعيبه رايحه تجري بسرعه عايز تجيب الكوره لانه هم مقتنعين ان هم عايزين يعوضوا واحمد العشر دقايق اللي بعد الهدف بتاع معلول الكوره بتاعت قفشه
ضخم. الراجل قال لك ده الناس راجعه تاني في رومنتادا جايه يعني انت فاهم ازاي؟ فلا انت حسيت ان انت فرقتك انت ساعات تقول ايه يعني الفرقه يعني ما بتروحش، احنا بنلعب في نص الملعب ما بنوصلش. فانت عندك الشق الدفاعي وعندك الشق الهجومي عملته كويس فده اللي خلى شخصيه للفرقه ان الشخصيه دي هاني امبارح برضه الحقيقه الشوط الاولاني حشيش البطوله يعني الشوط الاولاني اللي بيتكلم عليه حشيش ده التنظيم الدفاعي وتقارب الثلاث خطوط وحته يعني تحس بالطمانينه كده رحنا بيها لحد دي 44 لعبت وان تاتش في الشوط الاولاني جت فترات تلعب وان تاتش. طيب عايز انقل معاكم للاهلي وفلامينجو لانها ما زالت مباراه مهمه جدا يعني احنا بنتكلم على مباراه يعني تحقق برونزيه رابعه في تاريخ الاهلي، بس خلينا نقول يعني متابعينا انه تم خلاص تحديد حكام او طاقم تحكيم في مباراه الاهلي وفلامينجو ان شاء الله يوم السبت. تحب تقولهم هيثم؟ يعني هو طبعا الحكم الجزائري مصطفى غربال ده طبعا حكم محترم جدا طبعا جدا. حكم من افضل الحكام في افريقيا والعالم كمان. مساعد اول الجزائري مكران جراري ومساعد ثاني التونسي خليل حساني، الحكم الرابع الاورجواني اندرياس ماتياس، وحكم الفيديو الفنزويلي خوان سوتو، ومساعد حكم الفيديو الكولومبي نيكولاس جالو. يمكن دي يعني مصطفى ليه ذكريات معانا كويسه، مش ذكريات يعني ولكن ذكريات في ادائه. كنترولوا في الملعب، لا وشه حلو علينا، وشه حلو علينا يعني معلش احنا مش عايزين نتفائل ولا حاجه اقول لك قناه الاهلي بتتفائل، لا بس انا غير الاستعداد للمباراه هيثم انا قلقان جدا من النقل. يعني طبعا في صعوبات انك بتسيب الرباط وتسافر ترجع طنجة مره ثانيه، 48 ساعه بين ريال مدريد مخلص مع ريال مدريد ورايح العب بطل كوبا ليبرتادوريس بعد 48 ساعه وفيها رحله مسافه واربع ساعات يا احمد لا وفي حته نقطه كمان احمد انت ناسيها، تمرينه النادي الاهلي النهارده كانت الصبح قبل الغداء الساعه 12:30 يعني طبعا اكيد رجعوا من ماتش ريال مدريد يعني اكيد اللعيبه بتبقى عندها ضغط عصبي نامت متاخر. صعوبه الماتش اللي جاي هي الكلام اللي انتوا بتقولوه. طيب خلينا واحنا بنتكلم على ماتش الاهلي وفلامينجو نشوف تقرير عن المواجهه ان شاء الله اللي هتكون يوم السبت اللي جاي في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع، هنشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فلامينجو البرازيلي. وما تنسوش يا جماعه ده فلامينجو بطل كوبا ليبرتادورس وبطل البرازيل، فريق بالتاكيد مش هيكون سهل على الاطلاق ومباراه كبيره بكل ما تحمله الكلمه من معاني. ونرجع نكمل كلامنا مع كابتننا الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام في الأهلي في المونديال بعد التقرير. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فلامينغو البرازيلي لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية والمحدد لها 17:30 بتوقيت القاهرة مساء السبت المقبل. وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء ريال مدريد تدريبات بدنية واستشفائية، فيما قاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال واستمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران، وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بفقرات جماعية وتقسيمة قوية، فيما حرص كولر على الحديث مع اللاعبين مجددا وطلبهم بنسيان مواجهة ريال مدريد والتركيز فقط على مواجهة فلامينغو البرازيلي من أجل الحصول على الميدالية البرونزية. وطلب الجهاز الفني لفريق الأهلي من لاعبيه التركيز التام وبذل قصارى جهدهم أمام فلامينغو، مؤكدا أنهم قدموا مستوى جيدا أمام ريال مدريد بغض النظر عن نتيجة اللقاء. صعوبة مباراة فلامينغو أنه الفريق زي ما حضراتكم عارفين وتابعتوه فريق بيتميز بالسرعة، الباصة السريعة والسرعة، وده اللي بيميز عامة الفرقة البرازيلية أو كوبا أمريكا. وكل الـ الأداء أو كل اللعيبة سواء لعيبة مطرودة أو لعيبة مصابة أنا أتصور أن المباراة مش سهلة، دي رقم واحد فنيا. رقم اتنين المجهود اللي بذل من اللعيبة سواء في التنقل من مدينة لأخرى وأيضا التدريب في أوقات لازم يتمرن الفرقة، فأكيد دي صعوبة المباراة. صعوبة المباراة في المجهود اللي بذل قبلها وكمان من صعوبة الفريق. كابتن محمد يمكن أكيد ليك توقعات، شايف المباراة بشكل كويس، شايف المباراة فنيا
يعني ممكن تمشي ازاي؟ شايف مستر كولر، هل مستر كولر هيلجا لنفس التشكيل اللي بدا فيه في ماتش ريال مدريد ولا هيقفل شويه؟ يعني انت شايف المباراه الفنيه ممكن تمشي ازاي؟ هو صعوبه المباراه انك خارج من مباراه كبيره جدا، برضو اللعيبه في دماغهم السكور اللي جه والكلام ده، بتقابل منافس رايح عنك يوم زياده، فرقه جريحه جايه يعني المفروض ان حاطه في دماغها تلعب نهائي. صحيح. فبتلاقي نفسها بره، ظروف ماتش اللي فات مع الهلال طبعا ظروف كانت صعبه بالنسبه لهم، الطرد وان الهلال يكسب، فهم مش حي يعني مش هيمشوا من البطوله دول على الاقل يحققوا ميداليه حفاظا على كبريائهم يعني. طبعا مليون في الميه، لانها برضو فرقه كبيره ولا يستهان بيها ومدارس برازيليه جامده، وخاصه ان هم مش راضيين خسارته من الهلال بدليل طرد ثلاث لعيبه. طبعا في ثلاث لعيبه خدوا كارت احمر في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضايع، فهنا ده يوضح ان الفرقه مش قابله بالهزيمه بالظبط، وشايفين ان هم ما كانوش يستحقوا. وعلى فكره تصريحاتهم كلها بعد الماتش ان الحكم كذا والحكم كذا وعمل معانا كذا، فكل ده دوافع للمباراه اللي جايه. صحيح، انه لازم يبدا من الاول عشان ما يحصلوش نفس اللي حصل مع اللي حصل. فدي دي دوافع. انا في نقطه يعني مش قلقاني، ان شاء الله هنعديها باذن الله. انا عارف انه لعيبه الاهلي يعني متعودين على ده، بس لما اعمل مقارنه كابتن ماهر وكابتن حشيش بين وصلنا لقبل للثالث والرابع، ماتش الثالث والرابع النسخه الاولانيه اللي واجهنا فيها بالميراس والحمد لله كسبناه، وصلنا للثالث والرابع مع الهلال السعودي والحمد لله برضو ربنا وقفنا كنا واصلين الماتشات دي والدوافع عندنا موجوده والرغبه في تحقيق برونزيه كانت هدف اساسي. صحيح. المره دي غير، المره دي اللعيبه كانت حاسه قوي ان احنا قادرين نروح النهائي، فلما ما وفقوش هم ممكن يبقوا داون شويه. عندي 48 ساعه ازاي اجدد الدوافع دي، ازاي اطلع اللاعبين من المده، ازاي احفز معنويا ونفسيا واجهز المباراه، اكيد في الملعب هتكون صعبه جدا. وزي ما انت قلت يا احمد، هو ما عندوش غير الفتره ديت حته الدوافع والاعداد الذهني والنفسي للاعبين، ان خلاص انت هتلعب بعد 48 ساعه خلاص. يعني 48 ساعه، فما عندوش حاجه يقدر، وبعض التغييرات اللي ممكن تحصل في الاماكن اللي يحصل فيها اجهاد من بعض اللعيبه، فالراجل طبعا نفسيا هيتكلم معاهم ان كنتوا طبعا بطل افريقيا وان كنتوا عملتوا مباراه كبيره جدا في مباراه ريال مدريد، وكان دوافعنا اكتر، فرصنا كانت اكتر منهم، لكن هو ده حال كره القدم، في يوم بيبقى انت مش موفق فيه في الفرص اللي بتجيلك. الحاجه الثانيه لازم نحافظ بقى على اللقب بتاعنا اللي احنا الحمد لله ربنا وفقنا فيه ثالث مره فيعني كمان حتى يعني بلغه الكوره ما طلعش من مولد بلا حمص يعني. صحيح. فاحنا الحاجات دي الراجل ما شاء الله يعني عنده من اعتقد كابتن خطيب اكيد هيتكلم معاه خبرات طبعا. كابتن محمود الخطيب رقم واحد، ثم طبعا مستر كولر، جهاز المعاون مع اللعيبه، كباتن الفرقه الشناوي على راسهم برضك هيبقى ليه دور كبير جدا في لم الفرقه. الحاجه الثانيه احنا كمان بنلعب مع الفرق الكبيره دي بصراحه، بنحب نلعب مع الفرق الكبيره المصنفه خلاص، ما يعني لعبت النادي الاهلي ما عندناش حاجه صح نبكي عليها وحاجه ما نخافش عليها. وان درس ريال مدريد درس قوي جدا جدا بالنسبه لنا، فاكيد ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه اخطاء موجوده في فلامينجو في الماتش اللي هو على الثالث والرابع، لان احنا استفدنا في الاخطاء اللي حصلت من الناحيه الدفاعيه وعدم احرازنا للفرص اللي جت لنا. ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا باذن الله في المباراه ديت الفرصه اللي تيجي نقدر نسكنها، لكن الدوافع واحده يعني انا فهمت كده من كلام حضرتك وفهمت من كابتن محمد ان زي ما فلامينجو عنده دوافع بالظبط احنا عندنا دوافع ويتساوى الدوافع طبعا، يبقى بقى هنا الاستعداد للمباراه. انت كمان يا هيثم، انت دلوقتي مصنف في البطوله 8 مشاركات، يمكن تاني اكتر فريق مشاركه في البطوله عدد لا احنا تاني اكتر فريق مشاركه في النسخ في النسخ، واول فريق او اكتر فريق لعب مباريات في بطوله كاس العالم 17 او حاجه زي كده، وتاني اكتر فريق كسب مباريات في بطوله كاس العالم، فانت عندك القاب في نفس البطوله صاحب البرونزيه يعني انت عندك حاجه تدافع عنها، وبعدين اذا كنت انت داخل البطوله وعايز توصل للنهائي يبقى تخرج من البطوله من غير حاجه ما ينفعش، فدي كلها دوافع. بس انا اعتقد ان المباراه اللي جايه دي يعني دور الراجل بتاع الاحمال بتاعنا عليه عامل كبير جدا كان الله في عونه بصراحه طبعا كان الله في عون اللعيبه بصراحه. خلي بالك فرقه النادي الاهلي تقريبا العدد اللعيبه اللي موجودين كلهم ال 22 لعيب دول شاركوا
فمش مثلا انت عندك 11 والباقي ما بيلعبش فتخاف انك تنزل حد، لا كله لعب وكله موجود، ودي حاجه كويسه في كولر ان هو حتى في الدوري بيفاجئنا بكل ماتش تشكيل معين. حتى في البطوله دي التشكيل الاولاني بتاع اول مباراه غير التاني في خط الهجوم مثلا بيتغير. فانت اهم حاجه في المباراه دي بعد الاجهاد الكبير ده العصبي والبدني انك برضو ان اللعيب اللي ينزل يبقى واقف على رجليه، لان انا مش عايز. طب كابتن في خبر جالنا دلوقتي وبلغونا بيه ان الثلاث كروت طرد اللي تمت اعطائها لفلامينجو بعد مباراه الهلال هي تخص ثلاث اعضاء في الجهاز، مش لاعبين وليس لاعبين. طيب فاذا هنا يعني الفرق زي ما هي كده يا جماعه، يعني قضي الامر. ده السؤال اللي كنا بنساله لكريم. خلاص هم عندهم غياب بسبب طرد في مباراه الهلال، وعندهم طبعا مصابين حالتين اصابه من اثنين اللعيبه. احنا برضو اتفقنا يا جماعه زي ما بنقول على ريال مدريد، بس احنا الخبر يمكن واحنا كنا في بدايه الحلقه مع كريم في المغرب قلنا الموضوع ده وسالنا على قصه الطرد اللي حصلت في الوقت اللي بدل الضايع اللعيبه ولا فاحنا احنا كنا فاكرين ولا لعيب فبس بنصلح البديل زي الاساسي بالزبط. كلهم حاجه واحده اللي بينزل بيأدي واكبر دليل اللي احنا شفناه ماتش امبارح. انت عارف انت عارف حضرتك اللي عمل لبس ايه؟ ان المدير الفني بتاعهم قال ان التلات لعيبه اتطرد، فهو ده اللي عمل لبس معانا مش احنا لا بس. وكمان على موقع الفيفا هو حاطط تلات كروت حمراء ما حددش مين. فده ساب لغط والطبيعي انه يبقى اي بطل قاري، يعني باختصار مش بطل محلي. اي بطل قاري بيتمتع بكبرياء وبيتمتع بشخصيه وعنده من الدوافع ما يكفيه بصرف النظر عن مين غايب او مين مش موجود. برازيلية. هو مصنف يا احمد خد بالك كره برازيليه هنروح فين 2019 واخد المركز الثاني في البطوله دي. هو برضك بس احنا بس انا هقول لك حاجه، الجيل ده برضو اللي يميزه الجيل الحالي اللي بيلعب الهايزر انه كسر حاجز الرهبه ده طبعا. يعني فوزه على بالميراس وفوزه على مونتيري المكسيكي وفوزه على سياتل ساوندرز وفوزه على الهلال والدحيل واوكلاند بالنسبه له مش رايح بطوله كاس العالم صحيح. وهو رايح يعمل تمثيل مشرف ولا يكسب ماتش ولا اتنين، لا ده رايح والبرونزيه خليني اقول لحاج بمنتهى الصراحه بالنسبه للجمهور وبالنسبه للاداره وبالنسبه للعيبه والجهاز الفني ما بقتش طموح يعني بالزبط. يعني هي بالنسبه للناس كلها طموح دلوقتي البطوله يعني اقصى طموحهم ان هم يشاركوا في بطوله كاس العالم، لكن بالنسبه للاهلي لما تجيب البرونزيه ما هياش طموح كبير قوي. عشان كده الجمهور كان قبل الماتش يقول لك ليه لا هنكسب هنكسب انت بتلعب يا جماعه ريال مدريد لا هنكسب هنعملها بكره انما هو الظروف زي ما قلنا وبرده بعض الاخطاء وبعدين خد بالك حشيش كمان خد بالك الهلال قبلينا سبقنا يعني الهلال ادانا الدافع وادانا الامل ان احنا نكسب صحيح. بس احنا برده عندنا باد لك في حاجه كابتن دايما 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 في طريقنا بنصطدم ببطل اوروبا يعني احنا دايما للاسف يعني برده احنا مش طول الوقت برده هيثم احنا السنه اللي فاتت لعبنا مع بالميراس وخرجنا من ماشي بس قصدي اقول لك ان غالبيه المباريات يعني مع فرقه من اوروبا قويه لكن هو السؤال بقى اللي ممكن نساله من كلام هيثم ده يعني ازاي ممكن الاهلي يعني الروح بجد روح الفنانه الحمراء بتعوض فوارق كتير جدا شخصيه الاهلي بتعوض فوارق كتير جدا لكن ازاي تعمل النقله اللي تخلي الاهلي لما يبقى رايح ينافس بجد وعنده القدره انه يحسم لقب البطوله بتهيألي هو ده الشغل اللي نشتغل عليه او تشتغل عليه طبعا اداره النادي الاهلي الفتره اللي جايه كل لازم يكون خد وقت اكبر لازم يبقى في دعم لازم كمان الاستفاده من الخبرات الماتشات دي هتتعاد والراجل هيوريهم الماتشات دي ومع المدارس المختلفه والنتيجه دي كانت كذا نتيجه لكذا لازم يبقى في تركيز من قدام ورا والاخطاء اللي احنا قلنا عليها يبقى في تقل اكتر من كده في ثقه اكتر من كده مفيش خضه لان احنا برضو الشوط الاولاني الاول 10 دقايق برضو تحس اللعيبه كانت قلقانه اول ما ال 10 دقايق عدت ومرور وده الكلام اللي قلناه قلنا لو كان يعني لو المباراه الشوط الاولاني عدى وبدات الشوط الثاني التوتر هيروح الناحيه الثانيه بالظبط فهي يعني لولا سوء الحظ الهلال وفلامينجو يعني ماتش استثنائي الظروف يعني طبعا بنبارك الهلال والهلال عمل ماتش كويس بس الظروف خدمته ودي الرياضه وانت فاهم ازاي عكس النادي الاهلي الظروف ما خدمتش النادي الاهلي في توقيت الاهداف اللي جت في رقم متشابه جدا يعني حصل مستر موسيماني اول ما جه للفريق قعد 22 مباراه بلا هزيمه تمام وكانت اول هزيمه ليه المباراه 23 من بايرن ميونخ سبحان الله يعني صدفه نفس الكلام مستر كولر 22 مباراه ولا هزيمه
ويبقى هزيمته 23 من بطل اوروبا برضه. يعني هل دي صدفه؟ هل دي يعني انا برضه قعدت اتامل يعني نفس عدد المباريات بنفس اللي يكسر يبقى بطل اوروبا دي اكيد مش صدفه. المفروض ان ده ما اكيد حاجه للنادي الاهلي ده ما يتحسبش هزيمه يعني صدفه اللي هزيمه مستمره. لا بس ده يدللك النادي الاهلي لما بيقعد يعني بلغه الكره راكب ايوه طبعا ما بينزلش لما يكسب بطل اوروبا. بس احنا هنقول ايه؟ هنقول انه سلسله اللا هزيمه محليا وقاريا مستمره لغايه دلوقتي. مستمره لغايه دلوقتي. انت بتتكلم على خساره من بطل العالم استثنائي. استثنائي يا احمد هيثم. الكوره بتاعت اوروبا بطل اوروبا يعني برضك فيها شيء من الخطوره حشيش طبعا. من ناحيه لا دي كوره تانية يا كابتن صراحه يعني صراحه معلش الاهلي يجتهد كما يشاء ويغرد منفردا لكن الكوره في اوروبا في حاجات ما نقدرش فروقات بقى فروقات بقى دي منظومه في فرق طبعا فرق في التحركات فرق في الباص سرعات فرق في السرعه يا كابتن ماهر ماتشاتهم كلها كده هناك يا كابتن ماهر التكتيكيه كل ده واضح قوي حشيش اللعيبه من اداء اللعيبه بتاع ريال مدريد كلهم لعيبه منتخبات يعني وليفل وعدوا بالكلام ده كله نهائي اوروبا ده كتير ونهائي مش عارف ناس لعبت نهائي كاس عالم فيهم ويعني لا انت بتتكلم على مستوى يعني غير المهارات والكلام ده مستوى فكر تاني خالص نازل الماتش هو بيستمتع انت تلاحظ ان في المباراه هم يعني تشوف تحركات لا هم بدأوا يستمتعوا بعد يعني بعد الثاني او الثالث طبعا كانوا قلقانين يعني بعد كده قبل كده كانوا متحفزين انما انا عايز اقول لك حتى والاهلي بيهاجم تحس ان اللعيبه الثانيه عندها الثقه في نفسها انها لا جايه انها يعني انت فاهم ازاي لا يعني توقع تغييرات على الطريقه والاسماء في ماتش فلامينجو من مستر كولر انا بص هو الراجل ده انا ما اعرفلوش تشكيل بصراحه ما تقدرش تتوقع حاجه خالص يعني بس هيحصل زي انا بقول لك في الخط الامامي كمان العامل الاساسي يا كابتن ماهر هو موضوع الاجهاد الفيصل في التشكيل لان انا قلت لك كله لعب يعني انا مشيت خط الهجوم الاولاني غير الثاني الماتش الاولاني غير الثاني غير الثالث انت فاهم ازاي بس انت اللي بدا تحشيش هو الاجهاد واقع على الخطين الخلفي بالظبط بالنسبه للمدافعين بالنسبه لنص الملعب لكن الخط الامامي لا بيلعب فيه زي ما غير شويه ده كلامك بيغير ثلاثه في اول مباراه عنده سته يبدل فيهم براحته وهكذا طب هل شايف الخط الخلفي وحضرتك طبعا يعني كباتن كبار واكيد تعرضتوا للضغط الرهيب خاصه بتلعب قصاد اعنف مهاجمين في العالم طبعا يعني طبعًا. انا لما دافع في الدوري المحلي خمس ست مباريات وبلعب طول الوقت ما بيبقاش في ازمه كل مره انما النهارده انت بتدافع على اقوى مهاجمين في العالم تمام النهارده الخط محمد هاني معلول عندك متولي عندك منعم شايف ان هم يقدروا يكملوا بالاداء ده المباراه اللي جايه هو لازم يبقى في عنصر جديد برضو يدي حيويه للاثنين المساكين يعني انا في رايي وممكن اكون غلط يعني هي اصل هي مدارس صحيح انا ممكن انزل ياسر مكان مثلا متولي ممكن او اشوف مين اللي مجهد فيهم اكتر ممكن برضه هو يفكر في حاجه انه لو غير متولي ممكن يحسسه بالاخطاء اللي حصلت فممكن ما هي على حسب المدرسه مدرسه الاجانب برضه غيرنا شويه هو كمان احنا عمليين اكتر مننا من الناحيه العاطفيه يعني كولر كمان غير لنا الاستراتيجيه بمعنى شغله بمعنى ان احنا طول عمرنا عارفين ثبات التشكيل في الثلاث خطوط بصراحه ودي يعني هم اللي بدعوها الاجانب واحنا اتعلمنا منهم من خلال التشكيل لكن الراجل غير المفاهيم دي في حته التدوير طب عمل يعني طب نفس الكلام ده كان في المحلي يا هيثم احنا في المحلي نفس الكلام ده احنا ثبات التشكيل في المحلي خسرنا الدوري السنه اللي فاتت ثبات التشكيل مع موسيماني وما تنسوش برضه كباتن انك الناس الثانيه بعيد خالص ما لعبتش وقال سبب التدوير برضك احمد قال الارتياحيه انا عايز اريح اللعيبه بلعب في خمس بطولات لسه كنت بقول لحضرتك احنا بعد الاربع معارك اللي بناخدهم في كاس العالم في خلال 10 ايام هنرجع دوري ابطال افريقيا فبالتالي كان الله في عون اللعيبه بجد لعيبه الاهلي عشان كده هو درس النادي الاهلي حتى في الفتره اللي قبل ما يجي عارف ان اسباب الخساره بتاعت السنه اللي فاتت اعتماد على التشكيل وان الفرقه كلها كانت قوام 14 لعيب كانت ناس بعيده خالص اما جه يستعيب بيهم ما فيش فقال لك لا انا لازم اجهز لان هو حتى قال في حديث قال ان في تلاحق مباريات وضغط جامد جدا لازم يبقى عندي 22 لعيبه جاهزه كله زي بعض واي اضافه اللي اضافها بصراحه تحسب لمستر كولر يعني احنا كل المدارس اللي جت قبل كده زي ما حشيش قال
كانت على ال 14 15 16 ما فيش غيرهم. لكن الراجل ده غير لنا الفهم ده بشكل كبير. قال لك بلعب في اربع بطولات خمس بطولات ما ينفعش نعتمد على ال 22 كله يبقى جاهز. واي 11 هيظهروا في شاشه الاهلي ان شاء الله في ماتش فلامينجو قادرين باذن الله. عايزين نفرح الجماهير يعني بإذن. وطبعا نحط في تاريخنا برونزيه وليه لا، يبقى برونزيه رابعه واحده ثالثه كمان على التوالي، هيبقى انجاز تاريخي للجيل ده من اللعيبه، وده بيتهيالي واحد من الحاجات اللي لازم يشتغل عليها. وهتبقى واخدها برضو من فرقه جامده ومدرسه كبيره طبعًا برازيليه طبعًا فلامينجو طبعًا. يعني لو خدت منه ان شاء الله الميداليه دي هتبقى حاجه كمان كبيره قوي. كبيره جدا. يا رب نورتوا الدنيا. شكرا يا احمد. هارد لك. دي المباراه اللي ينطبق عليها مقوله هارد لك، كان التوفيق مش معانا لكن باذن الله نبني عليها واللي جاي دايما احسن ان شاء الله للاهلي والاهلاويه. كابتن محمد حشيش، كابتن ماهر همام، نجوم حلقه النهارده من الاهلي في المونديال، شرفتونا ونورتونا. شكرا على الكريم. شكرا لك يا كابتن، استمتعنا بحضراتكم جدا. نبارك لكم بعد الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله. كابتن الاهلي في المونديال لسه مستمر معاكم، فاصل ونرجع لكم انا وكابتن هيثم سعيد. الحقيقه انه يعني الواحد بيرجع بالذاكره كده مشوار طويل قطعه النادي الاهلي في مواجهه ابطال العالم، ابطال القارات، والقصه ابتدت من زمان جدا. والحقيقه ان الموضوع مشي بشكل تراكمي لغايه لما وصل انه النهارده انت بتواجه اي بطل من ابطال العالم بما فيهم بطل اوروبا بما فيهم ريال مدريد، وانت عندك طموح في تحقيق الفوز. التغير اللي حصل في العقليه، الارتباط بازاي العالم كله النهارده بقى بيبص للنادي الاهلي، وخصوصا لما بيواجه فريق كبير بحجم ريال مدريد. زي ما قلت لكم ردود الافعال الحقيقه بصرف النظر على نتيجه المباراه، حط نتيجه المباراه على جنب، لكن المكاسب اللي حققها الاهلي من البطوله دي، من المشاركه في البطوله دي، اعتقد انها يعني فاقت كل التوقعات. عايزين نتكلم بالارقام ونشوف ايه العبر او الدروس المستفاده من ماتش الريال، والاهم من ده نبص على ماتش فلامينجو، لان واحد من التحديات الصعبه جدا اللي بياخدها الاهلي في مشواره، وخصوصا لضيق الوقت والعوامل كتيره جدا يمكن بتصب في مصلحه فلامينجو اكتر من الاهلي، ازاي يتعامل الاهلي مع المباراه، رؤيه مستر كولر للطريقه والتشكيل الانسب، لانه بالتاكيد الكره اللاتينيه تختلف عن الكره الاوروبيه، وبطل كوبا ليبرتادوريس غير بطل تشامبيونز ليج في اوروبا. بيشرفنا اثنين من المحللين الفنيين اللي بنسعد بوجودهم معنا طبعا، استاذ محمد الباز. مساء الخير يا محمد واهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا استاذ احمد، نور الدنيا وهارد لك طبعا. واستاذ محمد مصطفى، مساء الخير يا محمد، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا استاذ. انا اقول باز ومصطفى بقى عشان ما نتلخبطش. اهلا وسهلا. اكيد عندكم ارقام كتير يعني يخص اكيد ريال مدريد، وارقام كمان تخص فلامينجو طبعا، واكيد الساده المشاهدين كمان هيستمتعوا وهيشوفوا المباراه ويقروها القادمه باذن الله. نبتدي من طيب، نبتدي من ماتش الريال بقى. بس انا الاول عايز اخد رايكم في حاجه كده، يعني احنا من نسختين فاتوا الاهلي قابل بايرن ميونخ، مباراه يمكن ما كانتش على قد طموح جماهير النادي الاهلي الدفاعية. كانت جيم مقفول، كان متحفظين قوي، كنا شايفين احنا ممكن نقدم اكتر من كده، وكان ليها صدى وردود افعال. وبعد نسختين بنقابل برضو بطل اوروبا مره ثانيه، بس المره دي ريال مدريد، ولكن انا حاسس انه في فرق كبير جدا في ردود الافعال وازاي العالم باصص على الاهلي وشايف الاهلي في البطوله دي. طبعا طبعا النادي الاهلي بدايته مع كاس العالم للانديه احنا بنتكلم في 18 سنه. أيوة. كانت اول ظهور للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه 2005. ووقتها احنا يعني لو حضرتك تفتكر كان كله بيقول ان الجيل ده هيروح ياخد كاس العالم للانديه. فوجئنا بهزيمه قصاد اتحاد جده، ثم كمان الهزيمه في مباراه الخامس والسادس. فهنا الليفل اللي انت بتلعب فيه ده في كاس العالم للانديه اكيد الاجواء مختلفه كليا عن اجواء الدوري، وحتى اجواء دوري ابطال افريقيا، لانه حتى منتخب مصر احنا كنا بنقول ما بنروحش ليه كاس عالم، ولما رحنا اتفاجئنا ان احنا مش ظاهرين بالشكل الامثل. ليه؟ لان احنا دايما ما بنظهرش في الاحداث الكبيره دي. فتتابع ظهور النادي الاهلي في كاس العالم للانديه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، خلاص اللعيبه بقت عندها ثقه، بقى الطبيعي النهارده ان النادي الاهلي يكون موجود في نص النهائي، الطبيعي الاهلي يكون موجود. وبدايتك مع الفرق امريكا اللاتينيه برضو ما كانش افضل حال، ولكن لما واجهت بالميراس الوضع اختلف، بدات تاخد الثقه. بدايه ظهورك بقى مع الفرق الاوروبيه مع بايرن ميونخ، والحظ العسر بقى ان انت بتقابل واحده من افضل النسخ لفريق في التاريخ اصلا، يعني فرقه نسخه بايرن ميونخ دي، بايرن بيكسب على برشلونه 8، دي النسخه اللي شايله البارسا 8 بالظبط، وتشيلسي 7 كاتالوني انا بفاري شويه. قالها اول حلقه، بس بايرن انا من الفرق المدارس الكرويه طبعا اللي بحترمها جدا جدا جدا. لما بتعمل فرقه بتعمل فرقه مدرسه لا واجيال ورا اجيال، ومش من الناس اللي هي بتصرف كتير، يعني زي بي اس جي مثلا، مين يا جماعه اهم نجوم العالم، روح حسم وتعالى. لا
في ناس بتشتغل وشايفه وبتعرف تجيب المواهب وبتعرف تعمل فريق بينافسوا بيه دايما على القاب اوروبا كله. ورفض يضمه مثلا كريستيانو رونالدو لانه بالزبط. مش مناسب مع سياسه الصفقات الخاصه بالنادي البافاري. ما فكرش في ميسي، ما فكرش في نيمار، ما فكرش في امبابي، لا ما بيعتمدش على المدرسه دي، فعشان كده بقول مدرسه محترمه صحيح. وقتها النادي الاهلي اصاب بايرن ميونخ، احصائيات المباراه اظهرت النادي الاهلي ما كانش بالند القوي لبايرن ميونخ. يعني لو دلوقتي مثلا عرضنا على شاشه صحيفه بيلد الالمانيه بعد المباراه اتكلمت ازاي على النادي الاهلي وازاي انه بايرن ميونخ ما واجهش اي صعوبه قصاد نادي النادي الاهلي. هنا معانا الشاشه هنا، يعني لو تلاحظ كده الالوان الصغيره اللي فوق اللي يقول لك ايه دومينانت ابيرنس اجينز ايجيبشن سيريز تشامبيون الاهلي، يعني سيطره كامله وظهور في سيطره لفريق بايرن ميونخ امام النادي الاهلي. لو هتلاقي برضو الصوره اللي بعدها بص السطر الثاني بيقول لك ايه هاولت التروبل ميونخ هاد، يعني بيقول لك انه ما كانش بيعاني، ما كانش في اي معاناه للفريق. وشرحوا بعدها الاحصائيات 24 كوره على المرمى لنادي بايرن ميونخ قصاد 5 كور بس من نادي الاهلي، نسبه 68% كمان، حتى الفوز بالكرات المشتركه 63% بالنسبه للنادي البافاري. فبيقول لك ان المباراه كانت سهله جدا على النادي البافاري، شيء مطمئن ان هو ياخد اللقب السادس يعني. ما بالظبط هو كاتبين يعني 1 يير افتر لقبه السادس في سنه واحده يعني بالظبط. كان وقتها كان نادي بايرن ميونخ كان خد 5 القاب، فكان دي كانت السداسيه بالنسبه لنادي بايرن ميونخ. لو جينا كمان للصوره اللي بعدها بيقول لك برده نفس الكلام، بايرن دومينيتد اجينست الاهلي، وبيقول لك ان هو بتريديوز ان ذا سكند راوند. وهنا جايب المعلق بتاع بيلد مارسل ريف كان بيقول لك اتس تو ستاتيك، بيتكلم على ازاي ان التراجع في الشوط الثاني، بيقول لك ذا جاست ستاند راوند، يعني لعيبه بايرن ميونخ كانت واقفه يعني خلاص حاسه ان المباراه انتهت، ماتش ستاتيك ماتش يعني واقف خالص يعني. بالظبط الماتش كان هادي جدا، لعيبه بايرن واحنا على فكره عايزه تدوس، واحنا وقتها قلنا يعني جمهور النادي الاهلي كان شايف نفس الرؤيه دي، ما كانش يعني وده مهم، وده مهم انك تعرف انا فين النهارده يعني. عارف ما كانش عندنا احساس ان احنا قادرين نعدي بايرن ميونخ زي ما احنا كان عندنا احساس ان احنا قادرين نعدي الريال. صحيح صح ولا ايه؟ صح. يعني كانت الناس كلها مستنيه احنا نتغلب من بايرن وعادي جدا، لكن امبارح 90% من الجمهور كان مستني الاهلي يكسب ريال مدريد. صحيح. فالفارق كبير جدا. صحيح. طبعا ده بقى ماركه، هنا بقى ماركه اسبانيا بقى، يقول لك بقى الاهلي انجويد ا فيري جود سبيل ان ذا انزليتر بارت اوف ذا فيرست هاف اند بوت توجذر سم نايس باسنج موفيز، يعني بيقول لك انه ازاي النادي الاهلي برده كان في اجزاء كبيره جدا واخر جزء من الشوط الاول كان قادر انه يعمل بعض الباسس كويسه ويقدر ان هو يهدد مرمى ريال مدريد ويوصل لريال مدريد، وده اظهرته كمان حتى الاحصائيات. برضو هتلاقي حتى الصوره اللي بعدها نفس الكلام برضو انه الاسبانيش سايد ابيرد وي كواستنج افتر ذات بات الاهلي انثوزيازم ديدنت وين كلامسي تشالنج فروم ذا اكواردو كامافينجا جيفتد ذا ايجيبشن تيم ابينالتي اند علي معلول ستيب اب تو ميك ات 2-1، يعني بيقول لك هنا انه كان في اوقات صعبه عدت هنا يا سام نيرفي مومنتس فورورد از الاهلي بوجد. هنا بيتكلم بقى على انه ازاي انه كان الاهلي قريب من التعادل. كلمه مهمه كولايزر، يعني انت متساوي معايا كولايزر. هو هنا حاططها يعني كولايزر، يعني هو جيفنج مدريد كان ند يعني هو يعني كلمه واضحه بالظبط، مش كلمه اكتر تعبر اكتر من كده. يعني النادي الاهلي راح بكره او كورتين، ده كان هو هنا في السرد بتاع ماركا بتتكلم على تفاصيل المباراه هنا. دي كانت بعد البنالتي اللي ضيعه مودريتش اللي اتصدى ليه نجمنا طبعا محمد الشناوي. هنا بقى النادي الاهلي ظهر وراح بكوره واثنين وبدا يهدد. طب انا عايز اقف مع عايزك يا محمد تقسم لي ماتش امبارح نصين كارقام وتحليل واحصائيات ما بين الشوط الاول شفت فيه الاهلي ازاي والشوط الثاني شفت فيه الاهلي ازاي. طبعا الاهلي بدا بدايه قويه، يعني احنا شفنا يعني لحد نهايه تقريبا دقيقه 42 43 يعني الهدف الاول لفينيسيوس الاهلي فعلا قدر يوقف مفاتيح اللعبه عند ريال مدريد، كان بادئ بدايه قويه جدا، الارقام مختلفه جدا. احنا لو بصينا بصه سريعه على احصائيه المباراه ومنها ننطلق على بعض النقاط الهامه، يعني لو الشباب برضو يورونا احصائيه مباراه ريال مدريد والاهلي زي ما الصحف اتكلمت، احنا يا ريت نوثق الكلام اللي اتقال في الصحف. يعني بص احنا 11 فرصه للاهلي، يعني سجلنا منهم واحده، سجلنا منهم واحدة ضربة الجزاء، 14 فرصة ريال مدريد، يعني احنا لو نقف عند 11 فرصة وصلنا لمرمى ريال مدريد، هددنا مرمى ريال مدريد أكتر من مرة، يعني الإكس جي الأهداف المتوقعة 1.9 للأهلي، برضه نسبة كبيرة يعني تقارب من 2 يعني مع فرقة زي ريال مدريد يعني مقارنة طبعا بالمباراة بايرن ميونخ زي ما اتكلمنا دلوقتي، يعني ريال مدريد طبعا 2.8 لو بصينا على نسبة الاستحواذ، الاستحواذ ما بيلعبش الدور الأكبر طبعا في إظهار قوة الفريق، و
ولكن طبعا نسبه الاستحواذ عند الاهلي 41 برضو رقم، بس 9% من استحواذ ريال مدريد لو راح للاهلي 9% تساوينا وكمان مش الاستحواذ دايما مش مكاس. اخر ماتش ريال مدريد مايوركا لما خسروا كان نسبه استحواذ ريال مدريد 44% صحيح، وخسروا المباراه فمش نسبه استحواذ ريال مدريد في مواجهه ليفربول في الشامبيونز ليج كانت اقل بكتير جدا من ليفربول، ورغم كده قدر يكسب المباراه. صحيح نفس الكلام في التمريرات، لا انا عايز التمريرات مهمه، يعني التمريرات مهمه جدا. معلش يا جماعه ارجع لي التمريرات، لان التمريرات هنا انت لما تحافظ على نسبه 84% من التمريرات صحيحه مع ضغط ريال مدريد انت هنا ده بيدليلك انت مش قلقان. صحيح انت بتباصي مش قلقان في الوقت اللي نسبه ريال مدريد كانت 90%، احنا 40 84 وريال مدريد 90. مظبوط، هي نسبه كبيره. ملخص الـ الـ الارقام دي بالنسبه لي انا كجمهور، واحد من الجمهور يعني، يقول لك اللمسه الاخيره صنعت الفارق. صحيح هو ده يعني بالظبط ده اللي حصل، يعني لحد الدقيقه 42 43 الهدف يعني الارقام قريبه جدا ومفيش الفوارق العظيمه الكبيرة بين الاهلي والريال. صحيح. لكن اللمسه الاخيره هي اللي فرقت معنا كتير بكل تاكيد. حتى التصويبات على المرمى في 13 تصويبه للاهلي على المرمى، 5 اون تارجت، نفس كلام 17 يعني تسديده على المرمى، 10 اون تارجت، برضو ارقام مش بعيده عن بعض قوي. يعني مش بعيده قوي، نفس كلام في العرضيات، نفس كلام في الركنيات. الاهلي طبعا تفوق، احنا في تفوقنا في العرضيات وتفوقنا في الركنيات، يعني 8 على يعني مقابل 4 ركنيات لريال مدريد، يعني دي ارقام فنيه بتعكس قوه اللقاء في بكل تاكيد بتعكس. وخليني اقول لك كمان انها ارقام ما تعكسش نتيجه اللقاء خالص. يعني وعشان كده بنقول لابد من توثيق الكلام اللي اتقال في الصحف الاسبانيه، توثيق كل التحليلات ان فعلا الاهلي كان ند قوي، يعني 4-1 النتيجه، يعني بعد 10 سنين لو بنتكلم في التاريخ والاهلي واجه ريال مدريد انهزم 4-1، محدش هيتوقع السيناريو ده، محدش هيتوقع السيناريو وايه اللي حصل بالظبط. أيوة. والارقام وما حدث، حتى الصحف ورد فعل الصحف العالميه والاوروبيه على المباراه القويه. طيب ننقل معاكم لفلامينجو، لازم فلامينجو عشان وقتنا، ومهم جدا حتى يعني نشوف من مصطفى برضو رايك في فلامينجو وتقراه ازاي في ظل غياب 3 لاعبين من عندهم. هو فلامينجو الاحصائيات موجوده مع الباز هيقولها، بس انا هتكلم على نقطه فلامينجو، انه دايما فرق امريكا اللاتينيه كانت بدايه كاس عالم الانديه انت دايما بتشوفهم هم موجودين في الفاينل مع الفرق الاوروبيه، ولكن خلال السنوات الاخيره خلاص المستويات كانت متقاربه شويه مع الفرق بتاعه امريكا اللاتينيه. والنادي الاهلي كمان ليه تجربتين اخر سنتين مع نادي بالميراس، فزت مباراه، المباراه الثانيه كنت ند قوي جدا وكنت بتضغط، وبرده في الدقائق الاخيره بالميراس خطف الهدف الثاني. نادي فلامينجو مش اقوى من بالميراس، نادي فلامينجو مخلص السنه اللي فاتت الموسم بدوري البرازيلي مركز خامس، ما عندوش نجوم كتير قوي، حتى الاسامي اللي الناس عارفاها هي اعمار كبيره جدا في السن. بتتكلم في فيدال، بتتكلم في فيليب لويز اللي هيغيب عن المباراه، فيدال طبعا نجم البارسا والبايرن السابق طبعا. والباك ليفت فيليب لويز اتلتيكو مدريد، ولكن هو مش هيلعب المباراه نتيجه الاصابه، ورغم انه ما لعبش اول مباراه بالاساس يعني، ولكنه هيغيب نتيجه الاصابه. وكمان قلب الدفاع بتاعهم برضو قلب الدفاع لويز برضو لويز لاعب تشيلسي السابق طبعا، برضو اللاعب البرازيلي، ولكن برضو هو لاعب كبير في ديفيد لويز بالظبط. هم بيرجعوا فرقهم او بيرجعوا البرازيل بعد ما بيكون خلاص انتهت تجربته في اوروبا بالظبط، وبالتالي معدل الاعمار بتاعهم هو مش صغير، يعني حتى الاسامي الثانيه اللي معاهم مثلا الهداف بتاعهم بيدرو المهاجم هو عنده 27 سنه ومهاجم كويس جدا وقوي جدا على المرمى وهو هداف الفرقه، ولكن برضو معدل الاهداف بتاعته اخر المباريات يعني بيسجل هدف كل مباراتين تقريبا، ولكن تالق طبعا قصاد الهلال وسجل هدفين. كرتهم سريعه وفرقه قويه جدا وفرقه في الالتحامات يعني بتصل لدرجه شويه من العنف، وده ادى كمان لاحتساب ضربتين جزاء في مباراه الهلال، ولكن دفاعهم بطيء جدا وسهل جدا انت تلعب في ظهرهم. وعايز اقول لك انه حتى نادي الهلال بدا المباراه قصاد فلامينجو بيلعب باربعه يعتبر في الخط الامامي، انت بتتكلم في ايجالو، بتتكلم في سالم الدوسري، في اربعه لعيبه في الخط الامامي، اكيد هم قروا اللي انت بتقوله ده بالظبط، كانوا قادرين يعملوا مشاكل لخط دفاع نادي تراهن على طريقه الهلال في مواجهه فلامينجو، ولا تراهن على واحده من طرق مستر كولر اللي ظهر بيها الاهلي في اي مواجهه في الموسم الحالي؟ لا انا شايف ان مستر كولر هيلعب بطريقه مختلفه تماما قدام فلامينجو اكيد. مباراه الهلال مختلفه عن ماتش الريال، عن ماتش اكيد الريال، لان طريقه لعب فلامينجو مختلفه تماما عن الريال، حتى جوده لاعبين، حتى سرعه لاعبين، حتى مفاتيح اللعب. فلامينجو دايما بيلعب 4-4-2 بتتحول 4-3-3، بيعتمد على مفاتيح لعب اساسيه، بيلعب دايما الكره البيلد اب عنده دايما بتبقى من الخلف، ودايما بيرمي الكره بينطلق من الاجنحه وخاصه
خاصه الجناح الشمال. عندنا يعني هيت ماب بتورينا اللمسات والناس ديت اللعيبه بتاعه فلامينجو بيكون متواجدين فين اكتر مكان في الملعب عشان نتكلم فنيا. دي الخريطه الحراريه لتحركات فلامينجو، اللعب الخاصه بفلامينجو ده ايه ده في كم ده احنا كذا ماتش اللي فاتوا ولا ده عموما يعني عموما يعني احنا دلوقتي اصلا وهنركز اكتر على مباراه الهلال وفلامينجو اللي هتظهر برضو نقاط القوه عند فلامينجو نقاط الضعف. يعني مثلا المباراه الاخيره شفنا دايما زي ما قلنا بيكون البيلد اب من الخلف ودايما التحركات او الانتقال من الخلف للامام من ناحيه الشمال. يعني ده اتجاه الملعب ناحيه الشمال. فنشوف عدد اللمسات الكوره دايما التحضيرات هنا بتكون 74 94 دايما ناحيه الشمال. طريقه اللعب بتاعهم بينطلقوا من ناحيه الشمال لاما ان هو يدخل من اقصى ناحيه شمال دي جبهه الشحات وهاني بتاعتنا بالظبط. يعني احنا دلوقتي جبهه الشحات وهاني اللي شفنا الجبهه القويه اللي عملوا مباراه قويه جدا امبارح طبعا على كامافينجا وفينيسيوس بس اكيد هم في الشحات وهاني يعمل لهم مشكله. ممكن ما يبقى الناحيه دي هيميلوا للدفاع اكتر لان انت عندك فردتين عملوا شغل كويس قدام الريال فممكن يكون هيميل الناحيه دي للدفاع المره دي ما تعرفش بالظبط. يعني هم دايما ده الستايل بتاعهم ده طريقه اللعب اللي هم متعودين عليها دايما فلامينجو دايما بيكون في اندفاع بيهاجموا بالاندفاع بيكشفوا خط الدفاع عندهم خط الظهر عندهم بشكل كبير جدا متقدم يعني. بيضغطوا ضغط متقدم. الهلال عشان يوقف فلامينجو لعب زي ميد بلوك يعني حاول واحنا ده اللي احنا عايزينه. احنا اتمنى من مستر كولر ان احنا نلعب ميد بلوك بمعنى ان احنا مش عايزين نوصل اللعيبه ديت للخط الامامي يكون في تهديد عليه بحيث ان احنا نكشف خط الظهر عندهم. بس انا شايف حاجه ملاحظه عايزك تفسرها لي برضو هل هم مصوبين جيدين من بره ال 18 يعني انا شايف اللمسات الحراريه اللي جوه البوكس قليله مش كتير قدام البوكس قدام فعلا اللي هم الانطلاقات دايما من ناحيه الشمال والكره بتتلعب بشكلين يا اما تتلعب على دايره ال 18 من بره بتصويبه او بتو باسس بعد كده بتصويبه وده الهدف الاولاني اللي هنشوفه دلوقتي بالحالات لبيدرو امام الهلال نفس الطريقه بالظبط بتوصف وبتعكس الطريقه الفنيه في الملعب بتعكس الارقام ديت او يعملوا تغيير ملعب باتجاه الملعب من ناحيه الشمال لناحيه اليمين ويبدا ان هو يروح ناحيه على بالظبط ده اللي حصل في الجول الاول على فكره وده الهدف الاول الكره اللي اتنقلت بيدرو كان ساقط عند ال 18 خدها من فيرست تايم على طول حطها في المرمى اتقلبت من ناحيه الشمال لناحيه اليمين برضه بيعكس نفس الكلام يعني خلينا نتكلم في الحالات اللي فلامينجو هنا ده طريقه البيلد اب دايما من الخلف دايما الكوره بتبدا من الخلف زي ما شرحنا بالارقام دلوقتي لو حمشينا حارس المرمى بتاعهم سانتوس يعني هو حارس مرمى يعني متوسط يعني متوسط. ليس هو الحارس الاسطوري لنوع الضعف العاب هوا كرات ارضيه نقاط الضعف عندهم دايما في قلوب الدفاع زي برضو مصطفى قال عندهم ما معنى كده ان احنا نشوف الصوره دي مثلا كانت مع الهلال صحيح الهلال ما كانش ضاغط لا الصوره دي مع فلامينجو ده البيلد اب بتاع فلامينجو والهلال ولا فلامينجو ده امام الهلال تمام انا قصدي اقول ان انت لما بتقول عندنا مشكله هم عندهم مشكله في قلب الدفاع فالضغط اللي احنا بنعمله بالثلاثي اللي قدام وبيبقى وراه خط الوسط ممكن يجيب غلطات صحيح وده اللي بنقوله لو احنا لعبنا ميد بلوك يعني احنا هنكمل الحالات وهنبدا ان احنا نقف عليها يعني مثلا الحاله ديت قلنا البيلد اب دايما من الخلف وزي ما شرحنا بالارقام دايما الانطلاق ناحيه الشمال يعني نكمل نمشي السكرين بسرعه هتلاقي بسرعه شوف معاه بص بيبدا ان هو ناحيه الشمال هنا دي الشكل الاول لمعظم تحركاتهم حتى باللمسات بالبساط دايما شفناها العدد الاكبر في المنطقه ديت لو جبنا بقى الهدف الاول يعني ده الهدف الاول بدانا نخش بينقل الكره لاما في قلب ال في العمق بيرمي الكره في العمق زي ما قلنا ده مثال وده طبعا المثال دوت حصل هنا يعني خلاص الكره ضاعت نخش على الهدف الاول لفلامينجو يعني احنا نجيب بقى الحاله بالظبط يعني نجيب الحاله شباب اللي هو هنا اتنقلت من الشمال نفس الكلام يعني احنا جينا من ناحيه الشمال ده صانع الالعاب بدا ان هو يخش في العمق كان من ناحيه الشمال زي ما قلنا بدا يخش في العمق يباص الكوره لوحده خالص رقم 9 الوقت بتلعب الصوره اللي فاتت بس بيدرو لوحده خالص حارس بيدرو بالظبط الصوره اللي قبلها لو رجعنا يعني نرجع بص بيدرو كمسين بس هنا في خطا دفاعي عنيف من الهلال انه يسيب راس الحربه يهرب في المساحه دي كلها التحرك بتاعه الصوره اللي فندر 2 متر 3 متر ينفع نرجع بص الصوره الكلام اللي كان بيقوله كابتن ماهر من 5 دقائق فكر الدفاع ازاي تبقى شايف المهاجم بيدرو اتحرك من ستوب بقى راح كده بص بيدرو بيتحرك ازاي الصوره اللي بعدها بص بيدرو طلع بره هو ده هو عايز يروح في المساحه وطلع. عايز يروح المساحه احنا لو بصينا على خط الدفاع للهلال دايما عينيهم على الكوره يعني ما فيش هنا التمركز طبعا كان كويس باين ان هم واقفين كويس جدا ولكن الرقابه هنا في التمركز بيدرو
خد المكان في الملعب. على معلش 1 2 3 4 5 7 مدافعين وهرب منهم معاهم 3 مهاجمين منهم واحد في موقف متسلل ورغم كده خلق لنفسه المساحه استلم وسدد صحيح من لمسه واحده يعني وده فاجئ لمسه واحده بقى في الجول جول يعني احنا عايزين برضو نحذر من بيدرو. بيدرو لعيب خطير جدا هو هاي. من اقوى اللاعبين مفاتيح اللعب عندهم هو هداف الفريق بالمناسبه بكام بيدرو ده هتشتريه يا ريت نفس الكلام شوف اللمسه بيدرو خد طبعا خلق المساحه ولمسه وان تاتش وان تاتش راحت في البعيده لمساته جدا. بنتكلم على فريق اعتقد فاكر انا رقم قيمه تسويقيه 161 مليون يورو ثاني فريق بعد ريال طبعا بعد ريال طبعا صحيح ما هم اثنين اقوى فرق في البطوله وده جايين على قبل النهائي الاهلي وجايين على النهائي صحيح نفس الكلام يعني شفنا الصوره الفنيه والتحركات بتعكس الارقام اللي اتكلمنا عليها هنا معانا برضو كذا حاله الهدف الاخير برضو لفلامينجو شباب يعني احنا هو الهلال احرز هنا ده هدف الهلال احنا عايزين ركلتين ترجيح ركلتين ترجيح ده هدف الهلال هنا ده هدف الهلال الثالث هدف الفوز على البكات انا عايز اوضح هنا نقاط الضعف عند فلامينجو نقاط الضعف عند فلامينجو زي ما بنقول في بتتمثل في قلوب الدفاع عندهم حتى في البيلد اب هنا لو انت في واحد منهم اساسا هيغيب عن المباراه هنعرض التشكيله ونتكلم عليه هنا الهلال ضغط يعني احنا دلوقتي الهلال كان بيلعب ميد بلوك وده اللي بنقول عليه ميد بلوك ده افضل سيناريو ان انت ممكن تلعب بيه على فلامينجو الضغط هنا يعني هم بيحضروا ببطء شديد ضغط الهلال يعني نكمل قطعوا الكوره الهلال بسرعه جدا الارتداد راح دلوقتي زي ما احنا شايفين 2-2 طبعا الناحيه الثانيه ناحيه الشمال اقصى الشمال طبعا الهدف ماريجا اكشوالي 2-1 يعني الثاني فوق شويه ماريجا سالم الدوسري بالظبط بقى 1-1 خلاص صحيح خلاص بعد كده طبعا الهدف فيتو بالظبط كده يعني شفنا المثال ده بيعكس نقاط الضعف عندهم في التحضير البطيء لو انت ضغطت عليهم ضغط شديد هقطعك بس الكلام. في الصوره اللي فاتت معلش بص ديفيد لويس واقف ازاي ديفيد لويس بيحلق وحاطط ايده ورا ظهره وبيديله مساحه ان هو يسدد على المرمى ارسيبي وبينك صعبه زاويه صعبه مهاره جدا ولكن وفيتو حطها يعني لو حطها 10 مرات مش هتيجي المره واحده خلي بالك لو حطها كده اي مهاجم يعني تعلى منه تروح فوق لا زاويه صعبه والجول كيبر قفل الزاويه وفي مدافع واقف قدامه ما حطش غير هنا بس هنا يعني قرار الشوطه دي الشوطه اي مهاجم هيفكر فيه كذا مره قبل ما وعايز حسيت رجله كبيره جدا وهو لعيب طبعا كويس جدا زي ما كنا بنقول من شويه التحضير دايما الانطلاقات عندهم من جابت الشمال ناحيه الشمال ده ايضا الهدف لفلامينجو نبدا نكمل نفس الكلام يعني بدات التحركات طب انا عشان الشمال. عشان وقتنا هكتفي بالحالات اللي احنا شفناها مفاتيح فوز الاهلي في في في, في عناوين يعني مفاتيح فوز الاهلي بالمباراه دي شايفينها ازاي وهبتدي مصطفى بص انا اكتر حاجه عناوين بالنسبه لي عناوين سريعه جدا اكتر حاجه خوف بالنسبه لي لازم اعالجها مارسيل كولر ان اللعيبه ما تهمتش اللعيبه نفسيتها ما تقلش بعد الهزيمه قصاد الريال وخاصه انه توقع مني مش معلومه انه مارسيل كولر كان بيحضر لمباراه ريال مدريد من قبلها من ماتش سياتل يعني ما كانش منطقي ان هو يبدا بثلاثي غير الثلاثي الامامي اللي بدا بيه في ماتش سياتل عن ماتش اوكلاند سيتي وكمان معاهم مجدي قفشه والاربعه يبداوا اساسيين في ماتش ريال مدريد فانا توقعي ان كولر كان مجهز نفسه قوي لماتش ريال مدريد فاتمنى انه يتدارك الموضوع بسرعه ويقدروا انه يفوق اللعيبه لانه تحقيق المركز الثالث للمره الثالثه على التوالي ده انجاز طبعًا. محدش حققه مفتاح لعب النادي الاهلي احمد عبد القادر لازم يكون مشاركتك اساسا في بطوله العالم ده انجاز يا طبعًا. مصطفى وللمره الثامنه طبعا في التاريخ طبعًا. دي يعني اكثر بس هي جماهير الاهلي اتعودت فبقى الموضوع بقى موضوع عادي احنا مستنيين الوقت نوصل فاينل ونكسب على طول يعني الخوف على النادي الاهلي برده اللي احنا بنحذر بيه الجزء الثاني وهي فكره الاجهاد البدني احنا شفنا عمرو السوليه وديانج الماتش اللي فات عندهم اجهاد بدني كبير جدا وكميه الميس باص اللي طلعت منهم كانت كتيره جدا اي فريق في افريقيا اي فريق في افريقيا سمي اي فريق هيلعب اربع ماتشات نهائي دوري ابطال افريقيا لازم في 10 ايام لازم يتعب انت بتتكلم على ماتشات اعلى كمان من نهائي دوري الابطال انت لعبت مع اوكلاند لعبت مع سياتل لعبت مع ريال وراح تلعب مع فلامينجو في 10 ايام فيهم اربع او خمس رحلات سفر طب خلينا عشان الوقت كمان نسمع يلا اقول لك حاجه كده بس انه محتاج تعمل روتيشن في بعض الاماكن ونمره اثنين محتاج سرعات قدام عشان دفاع فلامينجو يعني محتاج بيرسي تاو محتاج الشحات محتاج عبد القادر الثلاثي لازم يكون موجودين
سيان كهرباء او شريف، ولكن الثلاثي دول تواجدهم مهم. تمام صحيح، زي ما قلنا احنا عندهم اثنين من اهم مفاتيح اللعب، عندهم صانع الالعاب اروس كيتا في نص الملعب، ولاعب فيرتو روبيرو. اتمنى زي ما قال مصطفى برضو ان احنا نبدا بحمدي فتحي. حمدي فتحي اعتقد هيكون ليه دور كبير جدا في توقيف او يعني صد او يعمل بلوك بشكل كويس جدا على مفاتيح اللعب عندهم. زي ما شفنا لو احنا لعبنا ميد بلوك، هما دايما عندهم دفاع بيحضر ببطء جدا، نقدر نضربهم في الخلف، ولكن في الحاله ديت محتاجين ان احنا فعلا نعتمد على سرعات بشكل كبير جدا. اتمنى طبعا البدايه ببيرستاو من في طبعا كجناح يمين او حتى راس حربه، طبعا حسين الشحات زي ما كملنا زي امام ريال مدريد، وجود حسين الشحات مع محمد هاني عملوا جبهه قويه جدا، وشفنا احنا بالتحركات بتاعه فلامينجو نقاط القوه عندهم وتحركاتهم معظمهم في ناحيه صحيح. الشمال. اذا متفقين محمد مصطفى ومحمد الباز ان السرعات لازم نجابها بسرعات، لان هم بيتميزوا يعني بسرعاتهم. الحقيقه بشكركم شكرا جزيلا، يعني استفدنا جامد ومتعتونا بالتحليل. محمد الباز بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، سعيد جدا بوجودي، وان شاء الله جود لك وبالتوفيق ان شاء الله والاحراز البرونزيه الثالثه على التوالي ان شاء الله. محمد مصطفى نورتني ويعني شكرا جزيلا في قناه الاهلي، واستمتعت بالتواجد مع حضراتكم جدا يعني. شكرا ليكم. شكرا ليك يا هيثم، انا كمان سعيد بوجودك جدا معاك، وان شاء الله يعني يكون وشنا حلو على الاهلي ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي جايه. كل التوفيق لرجالتنا. زي ما ابتديت الحلقه، ابطال شرفتونا ورفعتوا راسنا، ومستنيين منكم كتير ان شاء الله باذن الله في مباراه يوم السبت. شكرا على متابعه كل جماهير نادي الاهلي لحلقه النهارده من الاهلي في المونديال، وباذن الله يوم السبت ابطال ومنتصرين، ونرجع ببرونزيه تاني مره ذهبيه، ده معناه ان الخير ان شاء الله نرجع ببرونزيه تفرح كل جماهير نادي الاهلي ان شاء الله. شكرا ليكم.